مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وملعب البلد. النهارده عندنا شغل كتير جدا في كل نواحي الحياه الرياضيه، ما يخص طبعا بطوله السوبر ليج الافريقيه وهي البطوله الوليده في الكاف، الى جانب ايضا الدوري المصري، حدث ولا حرج بعد ذلك دوري المحترفين او القسم الثاني الف والقسم الثاني باء الى جانب القسم الثالث. النهارده هيكون معايا ثلاثة ضيوف في الفقرة الأولى. هيكون موجود معايا نجمين من نجوم مصر، كابتن شديد إناوي نجم نادي المنيا وطبعا علم من أعلام التدريب في مصر، إلى جانب أيضا النجم الكبير نجم غازي المحلة ومنتخب مصر كابتن شريف الخشاب. فقرات التحكيمية هيكون معانا العميد كابتن أيمن دجيش وكل ما يخص الفقرات التحكيمية في القسمين الثاني والثالث. العديد من الأخبار هنذيع عنها الكواليس الكاملة من خلال حلقتنا النهاردة، لكن هبدأ مع حضراتكم من حيث النادي الأهلي الذي سافر إلى جنوب إفريقيا لمقابلة سان داونز في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر ليج الإفريقي. الأهلي سافر بسلامة الله إلى جنوب إفريقيا، المباراة يوم الأحد بدل ما كانت هتلعب مساء كعادة الاتحاد الإفريقي مع جنوب إفريقيا، تم تعديل المباراة إلى الساعة 3 عصر. وأنا بقول لحضراتكم أقاموها 3 عصرا 7-8 بالليل، إن شاء الله الأهلي قادر على الرغم من صعوبة اللقاء، لكن الأهلي في المواقف وفي اللقاءات الكبرى دائما ما يظهر معدن لاعبي النادي الأهلي. هي بطولة وليدة وإن شاء الله أول لقب يكون للنادي الأهلي، كعادة الأهلي دائما مصدر للفرحة، مصدر للبسمة، مصدر للسعادة لجماهير الكرة المصرية. بعثة النادي الأهلي اللي سافرت بسلامة الله بتتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى إلى جانب مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف في خط الدفاع، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، علي معلول، وكريم الدبيس، ورامي ربيعه، ومحمد عبد المنعم، قدامهم حسين الشحات، كريستو، وطاهر، محمد طاهر، ورضا سليم، احمد نبيل كوكا، وكريم نيدفيد، واليو ديانج، مروان عطيه، بيرستاو، ومجدي قفشه، ومحمود كهربا، وموديست، وايضا محسن. طيب امام عاشور، ايه المشكله عند امام عاشور؟ امام عاشور في قمه تالقه مع النادي الأهلي، بقت الجماهير بتنتظر مباراة النادي الأهلي زي ما جماهير الزمالك بتنتظر شيكابالا يلاعب الكورة. أيضا إمام عاشور في الفترة دي متوهج مع النادي الأهلي، عامل مع كهربا ما شاء الله ثنائي خطير ومعهم حسين الشحات، لكن كل مباراة بتبقى في لمسة جمالية خلت الجماهير كلها بتنتظر إمام عاشور، فهو في قمة تألقه. وطبعا زي ما بقول لما بيبقى امام عاشور متالق وشيكابالا متالق وحسين الشحات والناس دي كلها، ده بيصب في صالح منتخب مصر في الاول وفي الاخر، فبنكون اكثر الناس سعاده في تالق لاعب النادي الاهلي، الاسماعيلي، بيراميدز، فيوتشر، المصري، سيراميكا، الاسماعيلي، الاتحاد، بنبقوا سعداء جدا بتالق اللاعبين في الدوري المحلي. لكن المشكله كلها ان امام عاشور في مباراه الاهلي والاسماعيلي حصلت له اصابه، تم عرضه على طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جبلة، شخص تشخيص يعني الإصابة بسيطة، وبالتالي في مباراة إمبي في كاس مصر مستر كولر إدى لإمام عاشور بعض الوقت في المباراة بناء على تقرير الجهاز الطبي، وبعد كده كمان إداله وقت في مباراة المصري البورسعيدي في الدوري. الإصابة تفاقمت عند إمام عاشور، وبالتالي إمام عاشور للأسف الشديد خارج حسابات النادي الأهلي في مباراة سان داونز في جنوب إفريقيا، وأنا بقول لحضراتكم وهيكون أيضا خارج الحسابات في المباراة القادمة، لأن إصابة إمام عاشور عشان يرجع منها ويشفى تماما مش أقل من 20 يوم للأسف، للأسف الشديد. ده معناه أن إمام عاشور هيغيب عن مباراتي الأهلي في سان داونز، وربما يغيب عن مباراة الأولى لمنتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات نهاية كأس الأمم، كأس العالم عفوا. ده كله بسبب التشخيص اللي خرج من الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وده اللي أغضب كولر، لأن إمام عاشور زي ما بقول لحضراتكم في قمة توهجه. إمام عاشور الكل بينتظر منه دلوقتي مداعبته لكرة القدم، فيعني الناس كلها زعلانة على غياب إمام عاشور، لكن أنا بقول لحضراتكم دائما الأهلي إن شاء الله إن شاء الله بمن حضر. المباراة الأولى نخرج بنتيجة ترضي طموحات النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، وبعد كده هتكون عندنا مباراة الإياب في القاهرة، والنادي الأهلي طالب ساعة الاستاد كاملة. إن شاء الله
زي ما شفنا في مباراة سيمبا تنزاني، الجماهير تكون أكتر من كده، لأن دي مباراة مهمة جدا، وصن داونز من الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية، ودايما مباراتها مع النادي الأهلي بتشهد قمة الإثارة سواء هنا أو هناك، يعني جيم للأهلي جيم لصن داونز، لكن الأهلي في الفترة الأخيرة إن شاء الله متفوق ويعيد التفوق في المباراتين الاتنين. مستر كرة في التعامل مع المباراة القادمة هو يشوف محتاج إيه، محتاج يطلع بنتيجة إيه، هلعب دفاع منطقة، هلعب دفاع متقدم، حملة نص الملعب، دي طبعا الناحية الفنية خاصة بمستر كولر، وإن شاء الله قادر على التعامل. مباراة سيمبا الأخيرة ما رضتش طموحات جماهير النادي الأهلي والناس كلها، لأن مش ده النادي الأهلي. النادي الأهلي كان قادر على حسم اللقاء هناك في تنزانيا في دار السلام، وحسم اللقاء ايضا في المباراه الثانيه، لكن ان انا اتاخر بهدف لغايه ما كهربا في الدقيقه 76 يعود للتعادل، لا مش ده النادي الاهلي ولا روح النادي الاهلي. احنا عاوزين روح النادي الاهلي اللي كلنا متعودين عليها تظهر في جنوب افريقيا يوم الاحد، وتظهر بعد كده في استاد القاهره. الاهلي لابد ان ينتفض، لابد ان ينتفض. هذه البطوله هي بطوله جديده وتضاف الى سجل بطولات النادي الاهلي، وتكتب في سجل بطولاته انه حصل على اول بطوله للسوبر ليج في افريقيا. ده لازم النادي الاهلي يشتغل على كده. شفنا النهارده الوداد من شويه فاز على انبا النيجيري 3-0 في مباراه الذهاب، كان فاز 1، مش عارف المباراه انتهت 3 ولا 4، انا سايبها 3. وطبعا الترجي قبلها مع مازيمبي 3 خلص المباراه كده. الوداد هتقابل مع الترجي، وطبعا الاهلي مع صن داونز. ان شاء الله يكون النهائي عربي ويحسم النادي الاهلي هذه البطوله لصالحه. طيب الناقد الرياضي والصديق العزيز استاذ اسلام محمد لاخبار النادي الاهلي وقصه امام عاشور. اسلام مساء الفل، منورني واهلا بحضرتك. يا دكتور ايهاب مساء الفل عليك، بمسى عليك طبعا وبمسى على كل متابعين قناه صدى البلد في كل مكان. كالعادة متألق، أنا لسه بحكي في قصة إمام عاشور وحزننا كلنا على عدم وجود إمام عاشور في مباراة صن داونز سواء هنا أو هناك، لأن إمام عاشور زي ما بقول متوهج في الفترة الأخيرة. إمام عاشور بيمتع الجميع بلمسات ساحرة وفي قمة تألقه، لكن هي الأقدار ومشيئة الله سبحانه وتعالى. إيه القصة وإيه أخبار النادي الأهلي؟ الأول بس أنا بحييك على المقدمة الرائعة اللي حضرتك قلتها منذ قليل، يعني وأنا معك على الهاتف، يعني جملة الروح اللي حضرتك ذكرتها الغائبة عن النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي خاصة في مباراتي سيمبا التنزاني، أو خاصة وبالتحديد في مباراة سيمبا مباراة العودة اللي كانت في القاهرة. فأنا بحييك على الجملة دي، لأن الجملة دي محدش يحسها قوي غير اللي كان متواجد بالفعل في استاد القاهرة أو في مباراة سيمبا اللي كانت في لقاء العودة. تحس إن اللعيبة بتلعب مش هي دي لعيبة النادي الأهلي، مش هو ده الفريق يا دكتور اللي نازل أمام الجماهير الأهلاوية. الملعب تقريبا كان شبه ممتلئ، يعني كان مدرجات بسيطة والملعب كان يمتلئ عن آخره. الجمهور كان يتمنى أكيد فوز، كان يتمنى روح داخل الملعب من اقل المباريات لكولر مع النادي الاهلي الحقيقه الفتره الاخيره. اسمح لي اقطعك في حاجه يا استاذ، معلش. اتفضل يا دكتور. اوروبا ضرت النافعة، كويس قوي ان المباراه دي حصلت قبل المباراه المهمه امام صن داونز، صعدنا حتى ولو بشق الانفس مفيش مشكله، لكن انا متاكد ان روح النادي الاهلي هتكون موجوده ان شاء الله في المباراتين القادمتين. بص يا دكتور، حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، وهي ان يعني الطبيعي ان الاهلي ما بيلعبش مباراتين ورا بعض اوف داي، او ما بيكونش اللعيبة اوف داي مباراتين ورا بعض، فربما ضرت النافعة زي ما حضرتك ذكرت، ولكن انا بس بحس اللاعبين، بحس الروح اللي حضرتك اتكلمت عنها، الروح الغايبة، اهدار الفرص كمان اللي احنا اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا. الاهلي بيوصل كتير جدا للمرمى ولكن دون جدوى. هل لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، وده كان سؤال حتى ليا في المؤتمر الصحفي بعد مباراه سيمبا التنزاني، هل مستر مارسيل كولر مش لاقي ضالته لحد اللحظه دي في مودست رغم ان هو راجع من اصابه؟ كهربا بيروح، كهربا بالنسبه للنادي الاهلي كمان لو تتذكر الفتره الاخيره هو منقذ النادي الاهلي، دايما بيسجل في اوقات حاسمه. لك ان تتخيل يا دكتور ان النادي الاهلي كان مهدد بالخروج الدقيقه 95، كان هجمه خطره جدا 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 بالنسبه لفريق سيمبا التنزاني. الاهلي كان مهدد ان هو يخرج، طبعا كل الجمهور واحنا كاعلام مصري حتى كنا نتمنى ان النادي الاهلي يحقق اول فوز في النسخه الجديده المستحدثه للسوبر ليج الافريقي، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن في حاجه مهمه يا دكتور لازم نقف عندها هنا، سيمبا
مش هو صن داونز، يعني ما ينفعش نقارن سيمبا بصن داونز على الاطلاق. سكواد سيمبا التنزاني غير سكواد طبعا صن داونز، مختلف تماما شكلا ومضمونا، بغض النظر عن الست لاعبين او الخمس لاعبين اللي هيغيبوا من صن داونز، وعلى راسهم بيتر اللاعب القوي جدا. خلي بالك ان صن داونز بيعرف يلعب في التوقيت ده كويس قوي، التوقيت اللي هو بتاع الساعة 3 العصر ده بيعرف يلعب فيه كويس جدا. احنا لينا ذكريات سيئة مع صن داونز، اخر مباراة للنادي الاهلي تلقى هناك شباكه خمس ان شاء الله مش هتعود هذه المباراة مرة تانية ان شاء الله. اتمنى يا دكتور ان هي ما تعودش، واتمنى ده يكون كمان دافع كبير جدا لهذا الجيل ان ما ينفعش ان هو يخسر من صن داونز حتى لو المباراة هتكون في جنوب افريقيا. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراة كبيرة، اتمنى ان مارسيل كولر ايضا يكون في الموعد، لان بص اللعيبه ومارسيل كولر وكل حاجه في مباراه العوده الحقيقه كان كله خارج الخدمه، ولكن الحاجه الوحيده المميزه هو تاهل النادي الاهلي لنصف النهائي. تمام. امام عاشور ايه القصه؟ بص يا دكتور، امام عاشور الحقيقه انا اتكلمت في الموضوع ده تقريبا من لحظه حتى ما تم الاعلان من الجهاز الطبي في النادي الاهلي ان امام هيغيب 10 ايام. للامانه انا كتبت حتى عندي على بروفايل الشخصي ان الاصابه هتقعد اكتر من 10 ايام، ومش بعيد ان هي تمتد ل 20 و25 يوم. ولكن الغريبه والعجيبه ان امام، انا واحد من الناس، انا شاهدته في التدريبات، ولكن مش هو امام يا دكتور. امام نزل التدريب ازاي؟ وامام لم يكتمل شفاؤه. بعد مباراه سيمبا لو تتذكر في المؤتمر الصحفي ايضا، انا سالت مستر مارسيل كولر تحديدا عن وجود امام عاشور وعدم الاستفاده بيه رغم ان هو موجود على دكه البدلاء وكان بيتمرن. حضرتك لم تستفيد بيه في المباراه الاولى اللي كانت في تنزانيا، ولم تستفيد بيه ايضا في المباراه الثانيه اللي كانت في القاهره، لماذا؟ رد عليا قائلا الحقيقه كان رد غريب جدا يا دكتور. قال امام لسه مش جاهز 100%، وهنعيد الكشف عليه مجددا. امام بيتمرن تمرين كويس وتاني تمرين بيقول لي انا مش قادر، بالنص كده يا دكتور، بالنص كده. فالحقيقه رد غريب جدا. طب ازاي امام نزل اساسا التدريب؟ وازاي التشخيص قال ان 10 ايام؟ لا، هنا لازم نقول في وقفه من الجهاز الطبي. واعتقد يا دكتور ان بعد رحله جنوب افريقيا بنسبه كبيره النادي الاهلي هيستعين بجهاز طب جديد، وتحديدا مارسيل كولر قاعد مع مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نتكلم كده بكل وضوح يا دكتور، وده انفراد لحضرتك. مارسيل كولر قاعد مع مجلس اداره النادي الاهلي وطلب ان يكون موجود جهاز طبي اجنبي على اعلى مستوى. امام لم يكتمل شفائه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. امام عمل اشعه النهارده، والكلام ده قلناه الصبح قبل حتى ما النادي الاهلي يطلع يعلن. امام عمل اشعه النهارده، وامام بنسبه كبيره مش اقل من 15 او 20 يوم عشان ينزل التدريبات مع النادي الاهلي مجددا. امام لسه داخل فتره تاهيل جديده كانه لم يفعل اي شيء في السابق. الفتره دي امام لما تحمل على الاصابه زادت مش قلت يا دكتور، خاصه ان هو نزل التدريب وهو لسه اللاعب مش كامل شفائه بنسبه 100%، ودي حاجه غريبه جدا لم تحدث في النادي الاهلي من قبل، ما كناش بنشوف الكلام ده في النادي الاهلي. تمام. اذا يعني جهاز طبي اجنبي بناء على طلب كولر لاداره النادي الاهلي ممكن يكون موجود. تمام. بالفعل. أوكي. ده طلب مارسيل كولر تحديدا، طلب من مجلس اداره النادي الاهلي ان يتواجد جهاز طبي اجنبي. وخلي بالك الطلب ده بس عشان نكون واضحين، ما طلبوش خلال اليومين اللي فاتوا دول او بسبب قصه امام عاشور. من قبل كده من فتره يا دكتور، من بعد رحيل الدكتور احمد ابو عبله بالظبط، وده احنا طلعنا اتكلمنا فيه وقلناه. ولكن الاهلي استعان بدكتور الفريق الناشئين، والحقيقه في علامات استفهام داخل النادي الاهلي بقصه الجهاز الطبي ده. مش حول اصابه امام عاشور فقط يا دكتور، لا، في اصابات ثانيه الحقيقه، يعني في اكتر من لاعب بيتعرض لاصابات من حين لاخر، ده ما كناش بالامانه بنشوفه الفتره اللي فاتت. انا اتمنى ان الامر ده يبقى، احنا فاكر يعني من فتره كبيره كنا بنسمى مستشفى النادي الاهلي، انت فاكر لما كان الاصابات كانت كتير؟ لا، ده ان شاء صحيح. الله ما يعودش مره ثانيه، والاهلي قادر على حسم هذه المشكله. طيب صحيح. مودست، هل مودست باقي في النادي الاهلي ولا هيطلع اعاره، ولا المستر كولر طالب الاستعانه باحد المهاجمين الشبان مع بقاء مودست لعدم التصرف في الحكم عليه؟ القصه بص يا دكتور، نتكلم بكل امانه وبكل صراحه، مودست تحديدا مش هو الصفقه اللي كان مارسيل كولر يسعى اليها، ولكن مودست هو الصفقه اللي كانت امام مارسيل كولر تجنبا نقول يعني
نقول لعدم التحدث داخل الشارع الاهلاوي والصمت والتزام الصمت بصفقة مودس. يعني اتمنى كده ان احنا نحط تحت جيم مليون خط. مودس انا اتكلمت عليه ايضا مع مارسيل كولر، مارسيل كولر ايضا تحديدا يا دكتور قال اللاعب بقاله 3 ايام رائد في السرير. بص انا بقول لك بالنص كده، قال اللاعب بقاله 3 ايام رائد في السرير ولسه راجع بيبدا ان هو يبدا معانا في التدريبات. ولكن مودست كان موجود في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، لماذا مودست ما كانش بيتم الاعتماد عليه بصفه اساسيه؟ كنا دايما بنشوف برضو محمود كهربا، صلاح محسن على فترات بيروح وبيرجع للاصابه مجددا، فالراجل متثابت على مودست. اعتقد يا دكتور، اعتقد من خلال المعلومه اللي عندي ان مارسيل كولر مش لاقي ضلته في مودست، وده اللي انا قلته له ايضا، هو ده اللي انا قلته له ايضا في المؤتمر الصحفي. لك ان تتخيل يا دكتور ان لاعب بينزل في الدقيقه 89 ومش بينزل بطريقه عاديه، لا ده كهربا هو اللي اشار ان هو عايز يغير، فلك ان تتخيل ان هو اللاعب مضطر يعني مضطر. طيب يبقى مره ثانيه سؤالي، هل هو مستمر مع النادي الاهلي الفتره القادمه ولا ممكن نلاقيه يخرج على سبيل الاعاره؟ بنسبه كبيره ممكن ما نلاقيش مودست في يناير داخل النادي الاهلي، ولكن ده يشترط حاجه يا دكتور، ان النادي الاهلي يستغنى عن لاعب من القوام الاجنبي والتواجد بلاعب اخر او التعاقد مع لاعب اخر، ولاعب تحت سن خلي بالك مهم جدا بيلعب في القاره الافريقيه في شمال افريقيا تحديدا، الاهلي بدا يتكلم معاه وهناك مفاوضات كبيره. بيلعب في اي الدوريات العربيه في شمال افريقيا؟ المغرب ولا الجزائر؟ لا بيلعب لا في تونس يا دكتور. بيلعب في تونس؟ في تونس بالفعل. جنسيته يعني تونسي ولا افريقي؟ لا كونغولي يا دكتور. كونغولي تمام. كونغولي بالفعل. ده مهاجم تحت السن. ده مهاجم تحت السن يا دكتور، هو ده الاقتراح الاقرب اللي مودست اقترح عليه بالنسبه للجنه التخطيط ومجلس اداره النادي الاهلي. بيلعب في الصفاقس التونسي يا اسلام؟ يا دكتور هو لاعب بيلعب في الدوري التونسي يا دكتور. تمام خلاص تمام مفيش مشكله، هتحافظ بس على الاسم يعني. تمام لا اوكي تمام مفيش مشكله، يبقى ده الاقرب للتواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بالفعل ده الاقرب خلال الفتره القادمه للتواجد معنا مع عارض مودست، ده في حاله ان خلاص لجنه التخطيط ومجلس اداره النادي الاهلي استقروا ان هم بالفعل خلاص هيطلعوا مودست اعاره. ده فرمان من مارسيل كولر. انت عارف انا عاوز اقول لك يعني زمان، كان مش زمان قوي في لافيو لو انت فاكر، خد سنة مع النادي الأهلي على ما بقى هداف للنادي الأهلي في تاني سنة، وصبر الأهلي عليه صبر كبير جدا، لكن كان لسه صغير. أمال مودست السن الكبير، فده اللي مخلي الناس مش صابرة، وأنا معاهم في ده، لأن الأهلي لازم يكون عنده مهاجم قوي لكثرة البطولات اللي بيشارك فيها. دكتور طيب. أنا بس هقول نقطة أخيرة في مودست وبعد كده هكمل، هقول بس نقطة أخيرة كده سريعة في مودست. مودست مش هو مودست اللي إحنا كنا بنشوفه في الدوريات الأوروبية أو في الدوري الألماني تحديدا. مودست لاعب عنده 35 سنة، مودست محتاج برامج تأهيلية كثيرة، اتحدثنا في الموضوع ده كثيرا الفترة اللي فاتت. مودست لسه ما جابش اللياقة البدنية بتاعته، تحس ان مش هو لاعب النادي الاهلي يا دكتور. كان في لاعب، كان في اكتر من لاعب لو تتذكر الفترات السابقه، يعني لو تتذكر في اكتر من لاعب جه النادي الاهلي وما حسناش بيه. مودست من نوعيه اللعيبه دي يا دكتور، مودست مش عايزين نحكم عليه او هو مودست يعني المعلومه اللي عندي ان مخطط الاحمال قال محتاج 4 شهور عشان يبقى جاهز، عشان هو ده استنى هو ده لاعب 4 شهور في ظل بطولات سوبر ليج ودوري رابطه ابطال وعندي سوبر مصري وعندي بطوله دوري محلي، لا يعني ما اصبرش على لاعب 4 شهور صعب. هو ده يا دكتور اللي انا بكلم حضرتك فيه، لسه انا بتكلم مع حضرتك في النقطه قبل ما حضرتك تذكرها، ان اللاعب محتاج اكتر من برنامج تاهيلي. الراجل شغال معاه بدني بشكل كبير جدا، ولكن الحقيقه مودست انا زي ما قلت لك وهقول لك تاني يا دكتور، مودست انا بالنسبه لي انا شخصيا ده رايي شخصي، مش نوعيه لاعب النادي الاهلي او اللاعب اللي يقدر يستمر مع النادي الاهلي تكمل البطولات الكبيره اللي الاهلي بيشارك فيها. ما تنساش ان الاهلي بيلعب دوري وسوبر وافريقيا ودوري سوبر ليج وكاس، فاعتقد ان مودست الفتره اللي جايه اعتقد هيكون بعيد بشكل كبير عن النادي الاهلي. تمام. احمد عبد القادر، هل سيطير الى الوكرة القطري ولا الموضوع لسه معلق؟ بص يا دكتور، حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي انا بكلم حضرتك فيها الساعه 11:22 دقيقه بالظبط، حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي مفيش ولا عرض رسمي بورق كده وصل او فاكس رسمي وصل للنادي الاهلي بعرض لاحمد عبد القادر. هل حمدي فتحي اتكلم مع المسؤولين في النادي الاهلي او مع عبد القادر؟ يعني جرت محادثات ولا لا؟ لم يحدث على الاطلاق يا دكتور، ولكن احمد عبد القادر وحمدي فتحي في تواصل ما بينهم وفي لينك ما بينهم، ولكن مفيش زي ما قلت لحضرتك اي عرض رسمي
لاحمد عبد القادر من اي نادي حتى قطري سواء الوقر او غيره لم يحدث على الاطلاق. ما فيش اي عرض رسمي يا دكتور، الكلام ده انا بقوله لك على مسؤوليتي انا الشخصيه، ولكن في احاديث لسه ما زالت بتتداول ما بين حمدي فتحي ما بين احمد عبد القادر. عايز اقول لك ان اللاعب وده كلام مؤكد ما زال داخل حسابات مارسيل كولر حتى اللحظه والثانيه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي. ولكن ما اغضب مارسيل كولر، والحقيقه انا بعتب على احمد عبد القادر، هي التويتات اللي هو لما ما بيلاقيش نفسه ده. اعتقد احمد عبد القادر خامه جيده ولاعب جيد، ولكن جدا. اتمنى يا دكتور ما يمشيش على غرار اكتر من لاعب فقد الثقه من ناحيه جمهور الاهلي فقد الثقه فيه. اتمنى ان احمد عبد القادر يستعيد توازنه. احمد خامه كبيره جدا، احمد موهبه كمان كبيره جدا، ولكن بالشكل ده يا دكتور هيبقى صعب جدا التواجد داخل النادي الاهلي او داخل سكواد مارسيل كولر الفتره اللي جايه، لان مارسيل كولر من نوعيه المدربين يا دكتور اللي عايز اللاعب الملتزم. وحتى قال في المؤتمر الصحفي ان اي لاعب مش ملتزم معايا 100% مش هيلاقي نفسه معايا في المباريات يا دكتور. عمر كمال في الاهلي ولا في الزمالك؟ لا، عمر كمال حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لا، الزمالك الاقرب. وفي نقطه كمان عايز اتكلم فيها، ان خلاص بنسبه 95% الزمالك بيسوي المديونيه الخاصه بالقيد خلاص. يعني خلال ال 24 ساعه او ال 48 ساعه اللي جايين دول يا دكتور الزمالك هيكون مسوي المديونيه وانهى موضوع ازمه القيد. اوسيريو طلب 3 لاعبين داخل نادي الزمالك. هنتكلم عن التفصيل وهيبقى معايا مداخله فيما يخص نادي الزمالك، لكن تمام. السؤال الاخير، النهارده في قرار للمحكمه الرياضيه بالغاء قرار تغريم عبد الله سعيد 2 مليون دولار للنادي الاهلي. الموضوع كده الاهلي لسه عنده اجراءات تقاضي ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ صحيح، ده مش بس كده دكتور، ده طلب تعويض 70% من قيمه المحامي. يعني لك ان تتخيل ان يعني بص الفتره دي الحقيقه نقدر نقول ان الاهلي مش افضل حال، يعني ده اللي احنا شايفينه يا دكتور في قصه الموضوع الازمات اللي هي تحديدا موضوع عبد الله السعيد، تحديدا كمان الصفقات اللي هي يعني صفقه مودست كمان عامله قلق كمان داخل النادي الاهلي. نادي معرض ان انت تتعاقد مع لاعب ما يكونش موفق، ده يعني الاهلي دايما بيجيب لعيبه مميزه، اما يعني تيجي مره زي مودست ما فيش مشكله ان شاء الله تيجي حل. يعني الجمهور كان يامل بعد كل الصبر ده ان تيجي صفقه تحديدا في خط الهجوم ده، لان دايما الاهلي الفتره الاخيره كان بيوصل كتير جدا ولكن ما كانش عنده اللاعب اللي يخلص، عشان كده هي دي متأكد الأزمة. ولكن موضوع عبد الله السعيد اعتقد يا دكتور ان بعض المسؤولين داخل النادي الاهلي بيحاولوا يتواصلوا مع محامي عبد الله السعيد ان هم يوصلوا يعني يتقاربوا وجهات النظر، واعتقد ان الموضوع يعني في طريقه للحل خلال الساعات اللي جايه دي. ولكن في حاجه مهمه جدا ان الفيفا هو اللي تدخل دلوقتي في الموضوع، فاعتقد ان الموضوع لو ما تحلش وعبد الله قرر ان هو يتنازل عن ما له او جزء من ما له، فاعتقد لا الموضوع ممكن يتطور خلال الفتره اللي جايه. دكتور اشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الصديق العزيز استاذ اسلام محمد. طيب ده فيما يخص النادي الاهلي، وانا زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على الظهور بصوره الاهلي اللي احنا كلنا متعودين عليها، الاهلي بمن حضر، الاهلي بالروح، الاهلي بالبذل بالعطاء بالمجهود، برسم السعاده والبسمه على جماهير الكره في مصر. انا متاكد من دي ان شاء الله. النادي الزمالك الاسبوع الماضي الحمد لله اصبح هناك مجلس منتخب لنادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب ومعاه كابتن هشام نصر في نائب رئيس النادي، معاهم ايضا عماد المندول حسين الدكتور عماد طبعا سياده النائب في امانه الصندوق، عدد من الاعضاء على راسهم طبعا كابتننا الكبير سياده اللواء احمد سليمان فيما يخص الكره مع كابتن حسين السيد، يعني الناس مستبشره خير داخل نادي الزمالك، وبدا الكل يحط ايده في ايد بعض. يعني شفنا سيد عمرو الجنايني موجود في النادي، شفنا رجال الاعمال بداوا يبقوا موجودين زي ما قلنا، وهقول لكم دلوقتي الامر القيد والامور المتعلقه الماليه بيه هتحل، ففي شغل داخل نادي الزمالك. الجميل بقى في الامر الروح الجديده اللي ما بين قطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، مجالس الادارات، برقيه تهنئه من النادي الاهلي للنادي الزمالك، رد مجلس
نادي الزمالك بالشكر للنادي الأهلي على المشاعر الرقيقة، ودعوة من إدارة نادي الزمالك لإدارة النادي الأهلي بزيارة النادي الزمالك. وشفنا سيد طارق قنديل قال مش مشكلة خالص، احنا في عصر جديد. وشفنا الكابتن عادل القيعي لما طلع وأكد على عمق العلاقات اللي بتجمع ما بين الناديين. وأنا متأكد أما يقول لك فتوح للأهلي لا، الصفحة دي هتبتدي هيبقى لها أسس وقواعد ما بين مجلس إدارة الناديين. يعني في لاعب موجود في الأهلي ما يروحش الزمالك يفاوضه، موجود في الزمالك ما يروحش الأهلي يفاوضه. ده اللي هيتم اعتقادي في الروح الجديدة في القعدة اللي هتتم ما بين مجلسي إدارة الناديين سواء في الأهلي أو في الزمالك، وهي صفحة بيضاء لابد أن تفتح، لأن جناحي الرياضة في مصر وخصوصا في كرة القدم الأهلي والزمالك بل في كل اللعبات شاء من شاء وأبى من أبى، ولما الاتنين بيكونوا في حالة جيدة داخل الملعب ده بيكون أثره ومردوده على المنتخبات القومية. أنا حزين عشان إمام عاشور، لأن إمام في قمة تألقه، محتاجينه في ماتش جيبوتي، محتاجينه في ماتش سيراليون عشان تصفيات كأس العالم الجديدة، محتاجينه في نهاية كأس الأمم الأفريقية، زي ما احنا محتاجين كهربا. زي ما قلت لكم لما بلاقي شي كبالة بيمتع الجماهير وبيعود بمدرسة الفن والهندسة في مباراته الأخيرة أمام سموحة وكعب إيه وأوباما كعب إيه، لأ بدأنا نقول ريحة الزمالك ترجع مرة تانية، ريحة الزمالك اللي الناس متعودة عليها بدأت ترجع مرة تانية، الناس بدأت تشتم ريحة الزمالك الجميلة العطرة داخل ملعب كرة القدم. وزي ما بقولك طالما ده واقف على رجليه زمالك أهلي كل الفرق، ده مردوده على المنتخبات المصرية وإسعاد الشعب. أنا هنا بشجع أهلي بشجع زمالك، لكن كلنا في النهاية بنشجع حاجة واحدة مصر، فده مردوده بكل المنتخبات المصرية. طيب ماذا يجري في الزمالك وما هي طلب سيريو من الإدارة وما هي الصفقات وإلى أي مدى وصلت مفاوضات الزمالك مع فتوح؟ معايا الزميل محمد مطاوع ناقدنا الرياضي والمتخصص في شؤون نادي الزمالك. استاذ محمد برحب بيك منورني واهلا وسهلا. ذهاب اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل متابعينك، ودايما بكون سعيد وانا بعمل مداخله مع حضرتك. احنا بنكون اسعد وكالعاده متالق دائما. ولديك الجديد فيما يخص القلعه البيضاء بعد يعني فوز القائمه بالكامل بقياده الكابتن حسين لبيب في الانتخابات الاخيره، وهناك تعاون بين رموز نادي الزمالك اللي بداوا يدخلوا النادي مره ثانيه، وتعاون مثمر يؤتي ثماره خلال الفتره القادمه. عاوز اتكلم معاك في عديد من الملفات فيما يخص فتوح، فيما يخص شيكابالا وتالقه الاخير وطلبات اوسيريو والمفاوضات مع صبحي واوباما خلال الفتره القادمه. ماذا لديك؟ تفضل. طيب يعني انا هاخد من كلام حضرتك الاول اكد على الروح الجيده داخل نادي الزمالك اللي حضرتك اتكلمت فيها. اقول لك ان النهارده على سبيل المثال الاستاذ هاني العسال اللي كان مرشح على منصب نائب الرئيس في الانتخابات الماضيه امام كابتن هشام نصر، الراجل النهارده في اول خميس بعد الانتخابات كان موجود النهارده داخل النادي، وقف بوعده مع فرق اليد والطايره وجاب لهم الدفعه الاخيره من الملابس، رغم ان الناس ممكن تقول لك هو ما حلفوش التوفيق ممكن يعني يبتعد عن المشهد وخلاص. وقدامنا الصوره وهو هو الدكتور المندول حسين عماد، دكتور حسام المندول حسين فعلا ده. وكان بعدها بقى الاجمل يا دكتور ايهاب الجلسه اللي حصلت بينه وبين كابتن هشام نصر في وجود عدد من المرشحين المستقلين اللي لم يحالفهم التوفيق ودعم كل واحد الثاني. يعني كابتن هشام نصر هو بياكد لك سوزان العتال ان المجلس محتاجه يكون معاه ودعم وداعم ليه وسند ليه، وكابتن وهاني العتال بياكد له ان هو موجود وبيتمنى لهم كل التوفيق لان مصلحه الزمالك هي الاولى. فروح جديده جوه نادي الزمالك يعني مخليها الكل في حاله تفاؤل كده وحاله ان المركب ماشي، المركب هتمشي في الفتره المقبله. ده على المستوى الاداري عقب يعني الانتخابات، حبيت يعني اخد من كلام حضرتك واقوله. لكن على المستوى الصفقات والتعاقدات وكل الكلام دوت، خليني اكد لحضرتك ان المجلس الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب وضع اولويات بالنسبه له في هذه المرحله. ايه الاولويات؟ الاولويه الاولى هي دفع جميع مستحقات لاعبي الفريق ودفع مستحقات اوسيريو المتاخره لمده شهرين، فما فيش اي كلام عن اي حاجه الا بعد دفع المستحقات القديمه. لعيبه فاضل لها اجزاء كبيره من الموسم الماضي ما خدتش ال 25% بتاع الموسم الجديد، فالمجلس قفل الموضوع تماما. اول اولويه بالنسبه له بالنسبه لفريق الكره هي دفع الامور دي، لان هتتكلف ما يقرب من 50 ل 60 مليون جنيه قيمه المستحقات، فدي الاولويه الاولى بالنسبه لمجلس الزمالك. طيب الاولويه الثانيه بالنسبه لهم هو رفع القيد.
دي اولويه ثانيه بالنسبه للزمالك. الاولويه الثالثه هي بقى الصفقه اللعيبه اللي موجودين وبينتهي عقودهم من اجل حمايتهم وحمايه حقوق الزمالك فيهم، فبدا الكلام معاهم. خليني اقول لحضرتك ان احمد فتوح يعني كمثال او كبدايه، هو تم الاتفاق بشكل مبدئي بينه وبين كابتن احمد سليمان اللي المفروض هيبقى بعد اجتماع يوم الاحد المقبل، هو المشرف على الكوره او المسؤول عن ملف الكوره وقطاع الكوره في النادي. اتفقوا معاه انه هياخد مستحقاته القديمه مع اللاعبين في نفس التوقيت، خاصه ان المجلس عايز يخلص ملف كل المستحقات القديمه مره واحده. يعني عشان بس نبسطها للجمهور يا دكتور ايهاب، ان النهارده مثلا الخميس لو اللعيبه خدت مثلا فاضل لها 50%، خدت 25% النهارده، بعد اسبوع هتاخد ال 25% الثانيه عشان يقفلوا ملف المستحقات القديمه بالكامل. واللعيبه تقدر تركز في اللي جاي سواء في افريقيا او الدوري او الكاس، خاصه ان الفريق دخل على مباراه مهمه قبل نهائي كاس مصر امام بيراميدز يوم 8/11. فدي الجزء الاولاني، اتفقوا مع احمد فتوح هياخد مستحقاته القديمه مع اللاعبين. طيب عقب انتهاء اللعيبه خدت مستحقاتها القديمه كلها وبما فيهم احمد فتوح، هياخد مقدم التعاقد بتاعه بتاع العقد اللي هيمضي لمده 4 سنوات بتبدا من الموسم الحالي، وهيوقع ساعتها على العقد الجديد. فده يمكن الخبر الخاص باحمد فتوح اللي بنقوله جمهور الزمالك، اللاعب هياخد مستحقاته القديمه بشكل طبيعي مع اللاعبين، وهياخد مستحقاته او مقدم تعاقده عقب الانتهاء من ان اللعيبه كلها تاخد مستحقاتها القديمه. وسياسه مجلس الاداره في الامر دوت كان ان ما يحصلش اي مشاكل للاعبين، ان هم يقولوا ان فلان خد فلوس وفلان ما خدش فلوس. تمام، يبقى الاول هنقفل ملف الاموال القديمه او الفلوس القديمه الخاصه باللاعبين، وبعد كده هياخد مقدم تعاقده الجديد. يعني هل تم تحديد مقدم التعاقد 25% 50% هياخد قد ايه فيه ولا لسه لم يتم؟ لا لا لسه حتى الان، ده اللي كان الاتفاق الاولي اللي حصل بينه وبين كابتن احمد سليمان. وخلينا اكد لحضرتك ان هتكون في جلسه حاسمه وتنهي كل الامور بالنسبه لفتوح عقب مباراه الغد، يعني ماتش الزمالك بكره هيخلص. مجلس الاداره هيعمل اجتماعه الاحد بنسبه تفوق 99%، هتبقى في جلسه يوم الاثنين مع احمد فتوح لحسم الامر تماما. لسه ما تكلموش بقى في التعاقد هيكون قيمته قد ايه، هيقترب من زيزو او الكلام اللي اتقال عاري تماما من الصح، مظبوط؟ يعني خلينا اكد لحضرتك يعني ايه، كابتن حسين لبيب ومعاه كابتن احمد سليمان مفوضين بارعين. يعني انا شفتهم سواء في 2014 شفت كابتن احمد سليمان على الارض بيشتغل ازاي، شفت كابتن حسين لبيب في 2020 21 وهو بيتفاوض مع زيزو والونش. فهو هيبقى عشان برضك يعني ندخل اخبار ساره على جمهور الزمالك، هيبقى نسبه كبيره من اللي طالبه احمد فتوح هيخش في اطار اعلانات هيتكفل بها ناس ورجال. انا متاكد من نجاح المجلس الجديد، لان انا عارف بيضم قامات محترمه جدا ورجال اعمال زي ما انت عارف شاطرين في التفاوض الحاجات. انا معاك في ده تمام، وهيبقى في رعايه هتخش الزمالك هتفوق النادي ماليا في الفتره المقبله مع الصندوق اللي موجود اللي في لنادي الزمالك اللي بيديروا عدد من رجال اعمال نادي الزمالك وبيتلقوا فيه تبرعات او دعم، خلينا نقول دعم. وسمعنا وجود البنكير طبعا الاستاذ محمد الاتريبي باسمه الكبير طبعا، وعندنا السيد عمرو الجنايني. لا لا لا، في اسماء ما شاء الله لامعه، الدكتور حسين السامري، مجموعه محترمه جدا هتكون متواجده ايضا في بالضبط بجانب اللي موجودين داخل المجلس، استاذ عمرو ادهم وهاني بيرزي وهاني شكر، المجموعه لا لا فاسماء كبيره هتكون اضافه. موضوع شيكابالا محمد صبحي اوباما، هي الموضوع مجرد اتفاقات شفهيه، يعني سوريو طلب ان شيكابالا يكون موجود. فكابتن احمد سليمان كان كلامه واضح مع الثلاثي ان احنا عايزينكم تبقوا موجودين معانا، هنجدد بالارقام اللي تتناسب مع امكانياتكم وقدراتكم، لكن برضك مش هيبقى فيه اي مقدمات او عقود الا بعد ما اللعيبه كلها تاخد مستحقاتها القديمه، ساعتها نبدا نتكلم في اي مقدمات او عقود. وقال لهم يعني حتى الرساله كده، كونوا واثقين ان المجلس لا مش هيقول غير اللي هيعمله، يعني مش هيقول لك هديك 10 قروش غير اذا كان هيديك 10 قروش. المصداقيه صح عشان يبقى في بالظبط. ويمكن يعني تكمله لكلام كابتن دكتور ايهاب مع حضرتك، ان الاتفاق ان اللعيبه تاخد مستحقاتها القديمه اولا ده كان بسبب يعني هدف كابتن حسين لبيب دايما بيلعب عليه او بيعمل بيشتغل عليه، اللي هو بناء جسر ثقه بين اللاعبين والمجلس. مزبوط. فساعتها يبقى الامور دي تبقى هي اللي يعني اللي شغاله بين الاثنين، ويبقى في ثقه، انا هديك في يوم كذا هديك كذا تبقى انت واثق من كلامي. في مصداقيه ما بين مجلس الاداره وما بين اللاعبين، ده الصح، ده طريق النجاح، انا معاك في ده تمام. بالزبط. طيب عمر كمال. لا يعني خلينا اكد لحضرتك برضو بخصوص النقطه دي، عمر كمال اسم كبير ومرشح وفي كلام كتير عليه، واللاعب يعني ما عندوش مشكله انه يرجع الزمالك، خاصه انه كان وقع وقعد مع الزمالك، كلام عن اشرف بن شرقي. ولكن انا يعني هقول لحضرتك
سياسه كابتن حسين لبيب والمجلس بيفكر ازاي، وحضرتك نستنتج مع بعض ايه اللي هيحصل. كابتن حسين لبيب سياسته ان اخلص كل ازمات الفريق اللي موجوده عندي اولا زي ما اتكلمنا الموجودين الاول، لان هو دايما عنده منطق يقوله ان لو اللعيبه عندي وهو ب 50 او 60% بيأدي بالشكل ده وهو ما فيش استقرار، لما وفر له الاستقرار ووصله ل 100% من مستحقاته وكل حاجه فهيديني اقصى طاقه عنده، وده اللي انا عايزه في الفتره الحاليه. خلينا اكد لحضرتك ان في صوتين داخل مجلس الاداره رغم اولويه رفع الايقاف القيد، في صوت بيقول لك احنا نخلص الازمات، نخلص اللعيبه اللي موجودين عندنا الاول وكده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لو الامور ماشيه كويسه فممكن القيد يعني نخليه لنهايه الموسم، وفي صوت بيقول لك لا تماما الزمالك ما ينفعش تنيه فترتين قيد موقوف من القيد، دي اهانه في اسم نادي الزمالك، وده الصوت الاغلب وده الصوت اللي هيمشي بشكل اكبر. فالزمالك هيجيب صفقات في يناير في حاله رفع القيد، في اسماء كثيره ولكن اهمها بالنسبه للاستوريو رغم كل الاسماء دي هو المدافع اللي بيلعب بقدمه اليسرى راس الحربه ولاعب في مركز 8، هو ده اللي بيشتغل عليه اوسوريو بشكل قوي جدا جدا جدا، لان هو اوسوريو رغم يعني اقتناعه الكامل بسيف الجزيري وبنصر منسي، ولكن هو الراجل واضح وصريح قال لك انا عايز لعيب محطه اللي هو ستايل زلاتان ابراهيموفيتش كده يا دكتور، طبعا ما بيقولش ابراهيموفيتش بس هو عايز الستايل ده، اللعيب اللي يبقى محطه بالنسبه له يقدر يشغل الناس من حواليه، مش الراس حربه اللي هو تسعه صريح يعني زي نصر منسي او سيف الجزيري. عموما يعني احنا بنتمنى الاستقرار للقلعه الكبيره نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي استاذ محمد مطاوع. اذا دفع مستحقات اللاعبين الحاليين دي اولويات نادي الزمالك، بدفع عندهم 25% من قيمه التعاقد الجديد الى جانب مستحقات متاخره من الموسم الماضي، وده الصح ان كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته ومعاه اعلام في كره القدم زي الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد اشتغلوا على ده. وزي ما قال محمد لما يكون عندي اللاعب مديله مستحق ما خدش مستحقاته بيديني 50-60% ما بالك لما ادفع له كامل مستحقاته، فدي اولويه وانا احييهم، لان لما يكون في جسور من الثقه المتبادله ما بين اللاعبين وما بين مجلس الاداره خلاص في مصداقيه، هيبقى في اريحيه، هلعب بنفس مرتاحه، هقدر جهاز فني حصل على مستحقاته، لاعبين خدوا مستحقاتهم، ابتدي اشتغل. بعد كده بقى ابدا في ملف التفاوض مع اللاعبين اللي انا عاوز اجدد لهم، سواء كان فتوح، شيكابالا، صبحي، اوباما، اشوف اللعيبه اللي لها تعاقدات جديده او خلاص او شكت على انتهاء تعاقدها مع نادي الزمالك وعاوز اجدد لهم. يبقى انا انتهيت من القديم وابدا مع الجديد. مشكله القيد ورفع القيد انا متاكد ان الزمالك خلال ايام قليله هينجز في هذا الموضوع. ودي طبعا شيء جميل جدا يحسب لإدارة نادي الزمالك. اللي أنا بتمنى لها إن شاء الله التوفيق والنجاح، مجموعة محترمة جدا، ودعيت من خلال يوم الجمعة الماضي لما كنت موجود في برنامج الماتش قلت أنا بدعو كل الأطراف التي لم توفق في انتخابات نادي الزمالك أن تضع يدها في يد المجلس الجديد، تقدم ما لديها من أفكار ورؤى كانت تنوي يعني القيام بها لو كانت نجحت في الانتخابات للمجلس الجديد، ونكونوا داعمين ليهم، وبلاش عملية الطعن على الانتخابات، لأن الطعن ده هيعدنا برضو للنقطة صفر مرة تانية، والزمالك محتاج استقرار، كفاية بقى لجان معينة في الزمالك خلال السنوات الأخيرة، خلونا نشتغل صح، خلي المجلس يشتغل صح، خلي فيه ملفات كل مجموعة عندنا ما شاء الله زي ما قلت لكم ناس قامات كتيرة جدا، كابتن هشام ناصر مع كابتن حسين طبعا لبيب رئيس مجلس الإدارة موجود طبعا، دكتور عماد المندول حسيني موجود، الأعضاء بالكامل، دكتور كابتن أحمد سليمان، كابتن حسين السيد، نيرة الأحمر، يعني كامل المجلس كلهم شخصيات محترمة جدا، إلى جانب الاستعانة بأهل الخبرة زي ما شفنا الأستاذ محمد الاتربي زي ما سمعنا، زي ما هنشوف السيد عمرو الجنايني زي ما سمعنا، نشوف الدكتور حسين السمري زي ما شفنا، ده كله هيصب في مصلحة نادي الزمالك. وأنا سعيد جدا بوجود سيد هاني العتال اللي ضرب القدوة والمثل مع نهاية الانتخابات، قدم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد، والانتخابات الحقيقية كانت على المنصب ده. كلنا عارفين الانتخابات الحقيقية في نادي الزمالك كانت على منصب طبعا الدكتور عماد المندول الحسيني والسيد هاني العتال، دي كانت الانتخابات الحقيقية، هشام نصر أقصد والعتال. فبالتالي اللي احنا محتاجينه الفترة دي زي روح هاني العتال، أبارك، أساند،
اكون ورا المجلس الجديد، لان انا ورا ناديه اللي بيحب بيحب بدون مقابل، واللي يعطي يعطي بدون مقابل. ده اللي احنا محتاجينه، وده اللي نادي الزمالك محتاجه، محتاجينه في كافه نواحي الحياه. الصوره اللي انا شايفها دي، دي سر نجاح الزمالك خلال الفتره القادمه. تمام؟ اعتقد ده سيد لؤي دعبس برضو اللي موجود في الصوره قدامي، لو انا صح قولوا لي، ده انا اعتقادي دي صورته. تمام؟ هو ده اللي احنا محتاجينه، عوده رموز نادي الزمالك الى ناديها. خلاص، والشكر كل الشكر لمن سبق هذا المجلس، محدش يقدر ينكر ابدا. كل مجلس ليه ايجابياته وليه سلبياته. تمام؟ اي مجلس له ايجابياته وليه سلبياته، هناك ايجابيات كثيره من المجلس السابق. النادي الاجتماعي، وشفنا برضو التطوير والمنشآت على احدث ابني. اذا كانت هناك سلبيات اتلافاها. فانا لازم انا دايما اشكر كل من سبق في اي مجلس اداره، سواء في انديه او في اتحادات او بتاع، كل مجلس بيبقى موجود عاوز ينجح، لكن بيبقى عنده ايجابيات وعنده سلبيات. فده اللي مطلوب لنادي الزمالك خلال الفتره القادمه. مصر هتواجه جيبوتي 16 نوفمبر القادم ان شاء الله في اطار اولى مباراتها في رحله الصعود لكاس العالم، وان شاء الله باذن الله 26 مصر تكون موجوده في كاس العالم. هنقابل بعد كده سيراليون في ليبيريا. سيراليون هتلعب مباراتها الاولى قدام اثيوبيا في المغرب، لان اثيوبيا بتلعب في المغرب. فكانت في يعني مفاوضات من جانب الاتحاد المصري، طالما سيراليون موجوده في المغرب ان احنا نستضيفهم في القاهره، يلعبوا المباراه الخاصه بمنتخبنا هنا، ويتحمل الاتحاد تذاكر الطيران والاقامه، لان انت برضو لما هتسافر من هنا لليبيريا طياره خاصه بتكلفك قد ايه، واقامه بتكلفك قد ايه. فان انا استضيف منتخب سيراليون هيوفر لي. وكانت المفاوضات يعني متقدمه جدا جدا من جانب الاتحاد المصري، لكن كان في النهايه رفض من وزاره الشباب والرياضه في سيراليون. قال لك لا، احنا هنلعب في ليبيريا، لان المسافه الزمنيه ما بين سيراليون وليبيريا بالسيارات 5 ساعات، وبالتالي حضور جماهير سيراليون لمؤازره منتخبها. طبعا المباراه الملعب للاسف في ليبيريا هيكون ملعب نجيل صناعي، هيكون نجيل صناعي الى يعني العشب الصناعي، الى جانب طبعا ان ليبيريا هيكون عندها مباراه ايضا، هتلعب المباراه الاولى والثانيه في التصفيات على ارضها. يعني احنا هنلعب المباراه الاولى مع جيبوتي هنا، والمباراه الثانيه خارج الارض. لا، ليبيريا في مجموعه ثانيه هتلعب المباراه الاولى والثانيه على ارضها، وبالتالي هيبقى في 5 منتخبات، ليبيريا والمنتخبين اللي هتقابلهم ليبيريا، الى جانب منتخب مصر ومنتخب سيراليون. فما ادراك بقى ان انت تبحث عن اقامه وبتاع، وبالتالي الاتحاد المصري سريعا بدا، والسيد شعبان بصاوي هيسافر عشان الحجز مبكرا، ان انت هتلعب يوم 16 لازم تسافر صباح 17، المباراه يوم 19، فعلى طول هتخلص الماتش من هنا، ممكن تطلع على طول على الطيران الى ليبيريا. وان شاء الله باذن الله بالتوفيق لمستر فيتوريا، بالتوفيق لمنتخبنا القومي اللي كان معسكره الاخير في الامارات العربيه من امتع وافضل المعسكرات، واداء اكثر من رائع امام المنتخب الجزائري اللي اعاد الثقه وجسور الثقه ما بين المنتخب وما بين جماهيره. وان شاء الله باذن الله مباراه جيبوتي، ارجو واتمنى من الجماهير المصريه كلها اللي هي تؤازر وتكون في ظهر منتخبها المصري، وتودي رساله ان دي اول مباراه في تصفيات كاس العالم، كلنا جايين نشجع منتخبنا عشان هدفنا كلنا 2026. دي الرساله اللي لازم جماهير الكره في مصر كلها بجميع اطيافها، اهلي، زمالك، اسماعيلي، محله، مصري، اتحاد سكندري، كل الجماهير بلا استثناء، سويس، طنطا، كل الناس تكون موجوده في استاد القاهره يوم 16 عشان تبعث برساله لمنتخبها القومي. نحن على ثقه في لاعبينا، في جهازنا الفني بقياده مستر فيتوريا، ان انتم هتحققوا حلم الصعود الى كاس العالم 2026 مع هذا الجيل اللي بيقوده طبعا محمد صلاح، فخر الكره المصريه والعربيه والعالميه. وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا القومي. طيب عندنا ايه تاني هقول لحضراتكم سريعا في ملف الدوري العام اللي هيبدا يستأنف مبارياته غدا ان شاء الله. عندنا بكره مباريات بيراميدز مع المصري بورسعيدي في تمام الرابعه عصرا، 7 مساء هيكون ام بي مع الزمالك، يوم السبت فاركو مع الجونه في 4 عصرا،
حدث سكندري مع المقاولين العرب 7 مساء، زد اف سي مع سموحه في 7 مساء، يوم الاحد طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا في 4 عصرا، داخليه مع الاسماعيلي الساعه 4 يوم الاثنين، والبنك الاهلي مع مودرن فيوتشر الساعة 7 مساء. طبعا بيراميدز بيحتل الصدارة 10 نقاط، مودرن 9 نقاط، والمصري 9 نقاط. عشان كده مباراة بيراميدز والمصري بكرة مباراة كبيرة جدا جدا جدا، والمصري بدأ يفوق مع علي ماهر في المباراة الأخيرة، وبالتالي مباراة صعبة. بيراميدز عنده سكواد عالي جدا جدا، والمصري بورسعيد أيضا، وأنا بتوقع المباراة دي هتكون قمة في التألق. مباراة إم بي والزمالك، ام بي مع طبعا الفترة الأخيرة بدأ الصفيق والآخر، ومباراته الأخيرة اللي فاز فيها على البنك الأهلي 3-1، لكن الزمالك زي ما احنا شفنا في مباراة سموح لو أدى نفس الأداء، لا هتستمتع، هتستمتع من الزمالك ومن ام بي، وكرة قدم حقيقية احنا كلنا بننتظرها من الفرق المصرية. فاركو والجونة طبعا، فاركو مع خالد جلال فاز على الإسماعيلي في المباراة الماضية، وأول مباراة كابتن خالد جلال، واحد من أفضل المدربين المحترمين، وحط تحتها مليون خط في الدوري المصري، هيتقابل مع الجونة، والجونة طبعا في المركز 16 برصيد نقطتين 2، وفاركو عنده 4 نقاط، مباراة بست نقاط للي يفوز بيها. اتحاد السكندري مع المقاولين العرب، اتحاد السكندري مع كابتن العاشر عنده 5 نقاط، والمقاولين في المركز قبل الاخير نقطتين مع كابتن شوقي غريب، ولغز كبير جدا في الاداء في عكس الموسم الماضي اللي جمع فيه الكابتن شوقي العديد من النقاط مع بدايه المسابقه. طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش طبعا مع عبد الحميد بسيوني، بسيو الكره المصريه واحد هدافيها، عنده 4 نقاط. سيراميكا كليوباترا 4 نقاط. سيراميكا كليوباترا قدم أداء رائع في مباراته الأخيرة أمام الداخلية، وطبعا أيمن الرمادي أمتع الجمهور بأربع أهداف كانت أكثر من رائعة أمام الداخلية. طبعا الداخلية هتقابل الإسماعيلي، مباراة الجارحين، سواء هزيمة الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية، وهزيمة الإسماعيلي أمام فاركو، وأخيرا البنك الأهلي بدون رصيد من النقاط أمام مودرن فيوتشر. البنك الأهلي من الفرق المحترمة جدا، زد وسموحة أنا آسف، يعني طبعا هيبقى مباراة برضو ما بين زد، مجد عبد العاطي بيقدم أداء رائع جدا قدام سموحة اللي هيبحث عن العودة مجددا مع أحمد سامي. طبعا البنك الأهلي كان في تليفون بيني وبين سيادة اللواء أشرف نصار صديقي العزيز، لأن الفرقة دي تعز عليا جدا، وسيادة اللواء أشرف من الناس المحترمة قوي قوي، فيعني إن شاء الله يعني إيه يقدر البنك الأهلي اللي هو يلملم جراحه مرة تانية، ويقدر يعود مرة تانية إلى جدول المسابقة. طيب أنا زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عندي فقرتين، فقرة لأن احنا النهاردة 3 ساعات مش ساعتين احنا مع حضراتكم، لأن الساعة هتتغير في تمام الساعة الواحدة هتبقى 12 زي ما احنا عارفين التوقيت الشتوي، فأنا مشغال مع حضراتكم بالتوقيت القديم من الساعة 2، بالتوقيت الجديد للساعة واحدة إن شاء الله رب العالمين. هيكون معايا كابتن شديد إناوي وكابتن شريف الخشاب، والاثنين حدث ولا حرج بقى هيمتعونا زي ما كانوا متعونا في الملعب في مجال التدريب، هيمتعونا في التحليل والفقرة التحكيمية مع الصديق العزيز العميد كابتن أيمن دجيش عضو لجنة الحكام الرئيسية السابق. لكن هرجع وأقول غزة في قلبنا، فلسطين أهلنا، ولا نمتلك إلا الدعوات الصادقة من القلب لكل أهلنا المرابطين في الدفاع عن أرضهم وعن عرضهم، أن يرحم الله سبحانه وتعالى شهداء فلسطين الحبيبة والشهداء في غزة، وأن يثبت من هم هناك وينصرهم على عدوهم. في انتفاضة، انتفاضة من الجماهير في الملاعب المختلفة عالميا ومحليا، وده شيء يخلي القضية الناس تعرف عنها الكتير، لان للاسف بره مغيبين، مغيبين يفكروا ان فلسطين هي اللي بتعتدي واسرائيل هي اللي بتدافع. فانا هسيب حضراتكم مع تقرير بيعرض لنا الانتفاضه اللي حدثت في ملاعب العالم خلال هذا الاسبوع. إدارة الهلال المطروحي تقبل استقالة أبو العينين شحاتة، وتفاضل بين أكثر من مدرب لتولي القيادة الفنية للفريق. مكافآت خاصة في القناة بعد الفوز الثالث على التوالي والتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري القسم الثاني ألف.
السكة الحديد تجدد الثقة في أمير عزمي مجاهد بعد التعادل مع وادي دجلة في الجولة الخامسة لدور القسم الثاني ألف. إصابة محمد شطة لاعب بتروجيت بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الفريق لنهاية الموسم. أيمن المزين المدير الفني لأبو قير للأسمدة يشكر لاعبيه بعد الفوز على وي والوصول للنقطة السابعة بجدول الدوري. فرصة أخيرة لجمعة مشهور المدير الفني لوي مع الفريق أمام مكادي في الجولة المقبلة للدوري. حسين شكري المدير الفني للترسانة يستبعد 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق في لقاء مغاغة بعد أدائهم أمام المنيا في الجولة الماضية لدور القسم الثاني به. لجنة المسابقات تقرر إيقاف حازم ممدوح مدرب النصر 4 مباريات وغرامة 2000 جنيه لاعتراضه على التحكيم، وإيقاف حمودة سمير إداري الفريق 8 مباريات وغرامة 10,000 جنيه. أحمد إبراهيم مدرباً لحراس مرمى ألو إيجيبت بعد اعتذار تامر عبد الحليم عن استكمال مشواره مع الفريق لأسباب شخصية. حسن رياض يعود للقيادة الفنية لمصر للتأمين بعد 24 ساعة من اعتذاره عن تدريب الفريق. رجعنا حضراتكم مرة تانية وعندنا كلام كتير جدا جدا في دوري القسم الثاني، ومعايا 2 من النجوم المحترمين اللي بعرقهم وجهدهم سطروا تاريخ كبير جدا وسطروا اسمهم في الكرة المصرية. نجم نادي المنيا طبعا النجم الكبير والمدير الفني لعديد من الأندية حدث ولا حرج، النجم الكبير كابتن شديد إناوي. منور يا كابتن شديد والدنيا كلها منورة. دكتور إيهاب وحشنا كتير والله، ومرحب بيك النهارده. الكرافات والدنيا داخل علينا داخله، انت حر، ما نعمل ايه، بس دي فتره ما شفتكش قلت اجيب اشك ما يملك. طول عمرك شيك وطول عمرك يعني بتنور اي مكان بتبقى موجود فيه. كابتن شريف، كابتن شريف الخشاب نجم مصر ونادي غزل المحله والمدير الفني ايضا للعديد من الانديه ومنتخب تشاد ايضا، كابتن شريف منور الدنيا وببقى سعيد بوجودك معانا. انا اللي سعيد اني معاك، وتحياتي ليك ولكل اسره البرنامج، ودايما بتقدم لنا الجديد، وسعيد جدا جدا ان انا مع اخويا وحبيبي كابتن شديد إناوي. خدناك النهارده من البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني، ده شرف ليا ان انا كنت بستمتع بيكم. كابتن مجدي انت عارف انا بحبه والعلاقه اللي بتجمعني بيه، فدايما بنستمتع بيه كل الله يخليك يا حبيبي. طيب قبل ما نتكلم تعالوا نشوف قراءه في الاسبوع الخامس من دوري القسم الثاني الف، وارجع نحلل هذه القراءه مع ضيفي الكريمين. رجعنا لحضراتكم طبعا احصائيات دوري القسم الثاني الف اجمالي مباراه الوقيمه 50 مباراه، مباراه انتهت بالفوز 33 مباراه، انتهت بالتعادل 17 مباراه، 13 ايجابي
واربع مباريات سلبيه، الفوز خارج الارض في 12 مباراه، عدد اهداف القسم الثاني 1112 هدف، الهدافين 76 لاعب سجلوا، ركلات الجزاء 16 ركله جزاء، سجل منها 11 ركله جزاء واهدر 5 ركلات، تغييرات في الاجهزه الفنيه 4 اجهزه فنيه، واحنا في الاسبوع الخامس. حصاد المحترفين اسماعيل بامبا، اسماعيل بامبا في بتروجيت سنغالي 3 اهداف، احمد سالم الفلاني 3 اهداف من لافيينا موريتاني، نانا انتوي 1 هدف من طنطا طبعا غاني، سليمان كوليبالي بتروجيت من مالي ايضا هدف، ابو بكر سيلا وايدكو اوين وسايكو كونتي طبعا لاعبه انديه ترايا ولافيينا والقناه، غينيا ونيجيري وجنبي هدف وحيد. طبعا تغييرات في الاجهزه الفنيه، النصر التعدين كابتن حسن عبد المنعم بعد الاسبوع الثاني حل مكانه كابتن محمد شرف اللي كان بيقود 2005 في النادي الاهلي، اسوان كابتن حمدي حمدان حل مكانه كابتن هشام زكريا اللي هيلعب اولى مباراته امام غزل المحله. بعد كده عندنا النجوم كابتن سيد عبد العزيز بعد الجوله الثانيه، كابتن نادر السيد اللي حقق فوز غالي جدا على لافيينا المتصدر الاسبوع الماضي، وايضا رايا كابتن حسام عبد العال مكان الحل مكانه كابتن محمد حليم. دي الاربع تغييرات في الاجهزه الفنيه. طبعا حسام بركات بروكسي 5 اهداف، مصطفى سلطان بتروجيت 4 اهداف، ناصر مقاصة احمد رهفت 3 اهداف، اسماعيل بامبا بتروجيت 3، عبد الرحمن بودي وي 3، احمد سالم فلاني لافيينا 3، احمد حسني ديكرنس 3، واكرم عبد ربه من القناه 3 اهداف. طبعا حصاد اكثر من رائع في دوري كابتن شديد بدأ ساخن كما كان يتوقع الجميع. طبعا بدأ ساخن لان شروط المسابقه صعبه جدا، دور دوري من دور واحد، فكله بيسعى في الدور الاول انه يبقى في المقدمه، لان النقاط اللي هيتغلب ماتشين ويتعادل ماتشين هيبعد عن المقدمه. انما المهم في الدوري ان احنا شايفين اثاره غير عاديه في الماتشات كلها، ما فيش حد متوقع ان لافيينا ينهزم من النجوم، وفي نتائج صعبه جدا في المجموعه بنشوفها، مكادي يتعادل مع المحله، دي ماتشات صعبه جدا. ده انا عاوز اقول انا من ضمن الصعيد، ان الصعيد مش بينافس على المقدمه، احنا كنا بنقول خايفين ان الصعيد يجي في مجموعه زي بحري يبقى لا، الصعيد ما شاء الله لافيينا في بتنافس بشكل جيد، هتخش اسوان مكادي التعدين بدا يكسب اهو الماتش اللي فات. انما عايز اقول المجموعه كلها قريبه من بعض، مفيش حد افضل من حد في المجموعه، في 12 نقطه و11 نقطه، 10 نقاط و10 نقاط، وسبعه لحد الترتيب ابو قير الاسمده قريبين جدا للصعود، صعود اثنين بدي فرصه للكل يلعب. كل اسبوع بيتغير الجدول يا كابتن، وكل اسبوع هيتغير كمان الاسبوع الجاي، هتلاقي بقى تغيير، ديكيرز بتلاعب لافيينا في لافيينا، هتلاقي ماتشات كتيره جدا بتتغير الاسبوع، عشان كده الكراسي الموسيقيه هتفضل مستمره في المجموعه دي لحد ما ينتهي الاسبوع مثلا العاشر او الحداشر، لان هو المنافسه عايزه استمراريه، على ما فيش عاوز حد ينهزم مرتين ثلاثه ورا بعض، خلاص هيبعد عن المنافسه يعني. كابتن شريف، كابتن شديد قال تقدر تحدد اللي هينافس بعد الاسبوع 11 او العاشر، تتفق معاه؟ يعني بنسبه كبيره، انما عايز اقول ان الملامح بدات تبان من بدري، يعني ما تيجي تبص للعشر فرق اللي فوق اللي هم المفروض هيبقى لهم دور تاني مع بعض على الصعود، والعشر فرق اللي تحت في الجدول كده، تبص تلاقي من عند وي لحد مصر المقصة صعب تلاقي في فرقة من دول أفضل من العشر فرق اللي فوق. يعني لما نيجي نقول للعشرين فرقة بتروجيت وغزل المحلة والقناة ولافيينا حرس الحدود بروكسي دجلة السكة الحديد ديكيرنس أبو قير، كل دي فرق قريبة ومرشحة بقوة. الترتيب بان من بدري، صحيح ممكن من العشرة اللي تحت مثلا تلاقي وي طلع نزل تاني، بترول اسود طلع نزل تاني، انما اللي حاجز مكانه بقوة اللي احنا كنا متوقعينه من اول الموسم، وقلنا ان بتروجيت وغاز المحلة قناة لافيينا السكة الحديد دي فرق داخلة مش عشان تكون متواجدة، دي داخلة عايزة تصعد للدوري الممتاز، ومن السنة اللي فاتت كانت بتنافس على الصعود، ديكيرنس بعد شوية انما دخل تاني، فالعملية بدأ ملامح الجدول يبان، وأكبر دليل على إن ممكن يتغير شكل الجدول تاني إن الأسبوع اللي إحنا فيه ده اللي لسه خلصان فيه مفاجأتين من العيار التقيل، يعني عندك النجوم كسب لافيينا، ده يعني أنت لو سألت الأخير والأول لو سألت لعيبة النجوم نفسهم يقول لك يعني هم رايحين الماتش يقول لك يا رب نتعادل، لا خدوا 3 بونت من لافيينا، طب النصر التعدين كسبان طنطا. ما انا بقول لك في نتائج يعني في نتائج يعني انا اتفرجت على مباراه طنطا والسكه الحديد، لا طنطا تخلص اللقاء 4-4 يعني 4-5-1 يعني ماتش في بدايه اللقاء كان طنطا مسيطر لحد ما لغايه النهايه بالظبط لغايه النهايه.
يعني طنطا في مباراه مع السكه الحديد ومباراه النصر للتعديل برضه متعادله، وضرب الجزاء مهدره وترد تاني احمد علي حطها في الجون، تترد ضرب الجزاء. لو حقق الفوز في المباراتين ده كنت هتلاقي عنده 11 بطل. طبعا كان زمانه في، فانا بقول لك لسه الموضوع زي ما الكابتن شديد خادع لغايه دلوقتي. بالظبط. انا متاكد ان في فرق من المجموعه اللي تحت دي هتنافس بقوه طبعا، بس انا اقصد اقول يعني لو قلنا ال 10 فرق اللي تحت بنسبه 70% منهم معروف ان هم تحت، من ال 10 فرق دول في 3 فرق بالكتير او 4 ممكن يغيروا مراكزهم ويطلعوا لفوق. انا كنت متوقع لطنطا ان هي تكون، والماتشات اللي انا شفتها لطنطا على فكره في بدايه الموسم، ان هي تكون موجوده فوق وتنافس، بس لسه بدري ولسه على اسوان هتيجي، ورايا برضو فرقه كويسه جدا وهتبقى مع حليم لوضع تاني، مكادي ما شاء لا في فرق كتير. الفرقتين اللي غيروا الاجهزه الفنيه النجوم والنصر التعدين، لسه انت بتقول غيروا الاثنين كسبوا، فلسه بدري قوي وممكن النتائج تروح وتيجي ومش شرط ان اللي كسبان في الاول يستمر. افكرك بس يعني المحله فوق السنه اللي فاتت كانت الرابعه في الدوري الممتاز وهبطت. ايوه مش كده ولا ايه؟ في الدور الاولاني ماشي كويس جدا، في الدور الاولاني خلصان والمحله خامس سادس، والمقاولين العرب السنه اللي فاتت جمع نقاطه في الدور الاولاني وكان بس غازي المحله ما لحقش نفسه فالعمليه لسه بدري. والاسبوع القادم الثلاثه الاول خارج ملعبهم، يعني الاسبوع اللي جاي الثلاثه خارج ملعبهم، يعني المحله بيلعب مع اسوان بالظبط، وبتروجيت بره مع وي، ولافيينا بيلعب ديكيرنس على ملعبه. يعني بقول لك يعني برضه في كراسي على ملعب ديكيرنس. طيب. على ملعب لافيينا ملعب ديكيرنس برضه داخل بشكل جيد. هنحلل كل مباراه اتلعبت في الاسبوع ده بالتفصيل، لكن نشوف افضل 5 اهداف ونختار هدف منهم. يلا يا شباب. معتز ابراهيم 1-1 عنده فرص الفيومي زي ما قلت لحضراتكم، الدوري الممتاز او الدوري نيل يعني صبغته جت على الدوري المحترف الكعب اللي شغال سواء في الزمالك شيكابالا اوباما وادي اخر جونين شايفين لما السن بالكعب يعني بس انا بقول لك كابتن شريد عمر ما هيختار الهدف الاخير لانه كان في لافيينا، وانت عارف ايه انت عارف سلة الناس بينه وبين الحاج محمود الاسيوطي اختار اديله اكس. لا اخترت الهدف الاخير لجمعيه اللعب بس كده هتزعل منك. لا مش هزعل، حاجه محمود بيحب اللعبه الحلوه. لا لا ما زعلش، انما هدف فيه فعلا في اهداف جميله بس في جمعيات اللعب الشكل وما خلي بالك النجوم فرقه كلها صغيرين في السن، والحاج محمود بنفسه طلع شكر الفريق ونادر مع 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 الحاج مع مستر محمد طويله هيشتغل شغل، طلع شكر الفريق وقال لي فريق قوي جدا وفريق يعني ممتاز، انما الهدف عجبني الاربع اهداف حلوين، انما الهدف ده جميل وفي جمعيات لعب والتوقع زي جون شيكابالا واوباما. انا عايز اشوف بتاع عمار تاني كمان، بتاع عمار اللي هو لاعب بروكسي فراي هنجيبه برضه. احمد علي لاعب النجوم في لافيينا بصراحه يعني في تعاون زي ما قال الكابتن شيكابالا. نشوف الهدف الرابع، هدف عمار شرف الدين لاعب بروكسي في فرقه رايا برضه في كعب جميل قوي. هنقرب اهوت ده جون برضه حلو يعني قوي. يعني انا بديله رقم 1 ليه؟ لان اللعيب الاولاني لعب الكره بكعب بحرفنه جيده قوي، ده معناه انه عنده رؤيه عاليه وشايف هو رايح وشايف هو رايح وشايف ان زميله هو اللي جاي في ظهره، هو شايف بس مفيش رقابه على الرقم الاخير. طبعا يعني ليه الاخطاء الدفاعيه بقى بعيده عن الجول؟ ما عشان الجول يجي معمول بجمله مركبه، عشان يجي جون يا شديد لازم يكون في خطا، لازم ده لازم. طيب نيجي بقى مع بعض نحلل مباريات هذا الاسبوع. المباراه الاولى كانت مباراه السكه الحديد مع وادي دجله، واللي انتهت بالتعادل
السلبي طبعا بدون اهداف. السكه الحديد دخلت المباراه دي بعد تعادلها ايضا مع طنطا بهدف مقابل هدف في الدقيقه 97 مباراتها السابقه. وادي دجله هي الاخرى دخلت هذه المباراه والتعادل كان هو السمه المميزه لهذه المباراه. مباراه صعبه ما بين فرقتين تقال سكواد عالي جدا سواء في السكه الحديد او في وادي دجله، لكن انا ما زلت مصمم ان وادي دجله بيلعب حسب المزاج. مزاج، ما بلعبش عشان اصعد، لا انا بلعب امتع نفسي بالكوره. كلام مظبوط. انا شفت مباراه السكه الحديد وادي دجله وكان ممكن السكه الحديد يفوز في المباراه في اخر دقيقه. الحكم احتسب فاول هي هدف في اخر تقريبا شريف شافها في الدقيقه يعني قبل الدوري قبل الشوط الثاني ما ينتهي باربع دقائق او ثلاث دقائق، معموله بشكل جيد، الحكم حسب فاول انما هي هدف، واحنا كنا نفكر اوفسايد وفضلنا نتناقش ان اوفسايد، لا هي طلعت الحكم مدي فاول لتسرعه. كلمني الحكم. هو الحكم معذور لان لايمر رفع له. محمود منصور كلمني عشان اديله برضه انصاف للحكم. لايمر رفع له. فقال لي كان في فاول مساعد الحكم رفع الرايه ان هي تسلل. فانا رجعت للعبه الاولانيه واديتها فاول. وده ياخد عليها يعني نقاط تميز يعني الحكم تميز المساعد ما ياخدش تميز. لان هي الكره مش تسلل. لا مش تسلل بس الحكم المساعد رفع تسلل. هو حسب ما رجع للعبه الاولى. فرجع للعبه الاولى وزي ما بتقول فعلا وادي دجله بيلعب يعني بيمتع نفسه بس انما البطوله بالنسبه له جت ما جاتش مع ان في لعيبه كويسه جدا موجوده في وادي دجله والمباراه كانت قويه جدا وشكلها يعني دي الكره قدامنا يا كابتن. ايوه شوف بقى هنا بقى الفاول هنا ادي الفاوله هو ابدا يتاحها بس الله ما رفع له فاضطر يرجع الظاهر في الكادر لكن اتضح ان هو المساعد رفع الرايه هي دي اللي حسبها يعني رؤيته كانت واضحه من الحكام المميزه وحكم اضر المباراه بشكل جيد شفت المباراه كامله من الحكام الواعدين جدا صغير في السن ما شاء الله عليه يعني حكم صغير كان نفسي يكون البطوله دي بفار ما نعمل ايه بس هي في ضعف جامد يا دكتور هي البطوله بس البطوله بس في البدايه هي هو لازم هتقابلك معوقات وشويه اخطاء ماتشات كتيره السنه دي بدينا الانطلاقه تبقى افضل المفروض ويبقى في اكتر وخد بالك مجرد ما بدات هتلاقي والسنه الجايه هتقابلك برضه اخطاء ثانيه بس بنحسن وهكذا بس هي بطوله قويه محتاجه الوقت عشان تبقى بطوله كامله اللي هو هي تلعب دورين بدل دور واحد وتبقى فير قوي وفي نفس الوقت بقى تدعمها انت بالامكانيات اذا كان في سبونسر ولا حاجه الاهم من كده كمان لما يبقى في سبونسر هتدخل الفار هتبقى في عداله وبالتالي تبقى هنا قوه واللي يبقى ان هدف ملغي زي ده بصراحه ظلم فريق وفي جون في بتروجيت جه الاولاني بتروجيت ركب بتروجيت في المقصه كان تسلل ممكن لو في فار ما يتحسبش يبقى المحله هي الاول ما كانش تبقى بتروجيت فانما ما هنا الاخطاء بس دايما الكل. انا مش عارف والله انا دايما اميل للقديم كانت متعه كره القدم في الاخطاء دي صح الاخطاء ما زي بول شريف كده بس هي كانت الاخطاء هي المتعه في الخطا بالظبط بس انت عشان جربت بقى ان انت بتشوف وتقف وتراجع لا ده اتلغى الجون ده تعات لان الفار مع احترامي يعني ادى الحق لاصحابه اكتر ادى عداله ايوه طبعا ادى عداله للعبه اكتر شويه فانت جربت دي انما في الاول ما كانش عندنا فار بتاع جون انت هنا جون خلاص مش جون خلاص مش جون والخطا مره بيبقى ليك ومره بيبقى عليك فدي المتعه كانت في الكوره لان حته الفار اللي بتدي عداله بس في نفس الوقت خد بالك بتقتل متعه اللعبه متعه الكوره تفضل قاعد مستني طب جون طب مش جون فرحه وفرحه ونرجع تاني وضاع وقت انما انت ساعتها واحنا بنلعب تصوير بطيء تصوير بطيء والفرحه اللي بتدوب هي دخلت الشبكه الحكم خلاص انتهى كان الاول يروح للحكم مره كانت مصابه بيحكي لي احد اللاعبين راح قال له عليه الطلاق ما حصلش كان اللي عادي لا عادي كان عادي وبنشوف الادوار التمهيديه في الكونفدراليه مفيش فار يعني برضه في ظلم كبير جدا طبعا بيحصل اهداف فيها تسلل وفيها حاجات كتيره مش محسوبه انما بيبدا الفار بيبدا في دور الثمانيه وال16 وكده بتبتدي تتظبط السكه الحديد السكه الحديد المفروض يعني من المستوى بتاع السنه اللي فاتت كلنا حاطين ان احتمال يكون من ضمن الناديين ثلاثه اللي بينافسوا بقوه هتكون السكه الحديد ليه الامكانيات العاليه اللي موجوده في نادي السكه والسكواد اللي عامله ومع الجهاز الفني بالزبط. اللي كان معاه من السنه اللي فاتت وبالتالي في استقرار فني انما لحد دلوقتي يعني عايز اقول لك السكه الحديد عمل ايه؟ اتعادل ثلاث ماتشات اربع ماتشات وكسب ماتش يعني السكه الحديد شديد كان بيقول لك من شويه اللي اتعادل ماتشين
يخسر 4 نقط يعني زي مكادي اللي تعادل خمس مباريات خمس ماتشات ده مكادي بص اتعادل خمس مباريات واحرز خمس اهداف ودخل خمس اهداف تمام وخمس وخمس بعد خمس جولات بخمس جولات محقق الخمسات كلها. الفرق ما بين مكادي بقى ايه والسكه؟ شوف تعرف ايه نقطتين وايه هما النقطتين؟ ان السكه كسب من الخمس ماتشات ماتش، انما في فرقه بتنافس على الصعود وعايزه تصعد صعب جدا من خمس جولات تتعادل اربعه. انت تعرف الـ يعني مكادي الخمس ماتشات اللي انت بتتكلم عليهم دول يا دكتور ايهاب لو كسبت ماتشين بس وخسر الثلاث ماتشات الفوز بثلاثه، ما هو الخساره دلوقتي فانت التعادل زي الخساره يعني اذا كنت بتلعب على صعود وفي الدوري دوت اللي هو دور واحد و10 ينافسوا بعد كده و10 ينافسوا على هبوط ينزل منهم سته فانت التعادل اخرج من المباراه وكانك خسران. صح أنا اي فرقه بتلعب تخسر 2 بونت في الماتش انا عشان كده انا عايز اقول للمديرين الفنيين اللي مسؤولين عن الانديه دي العب على المكسب ان شاء الله تكسب ماتش وتخسر ماتش انما اتعادل ماتشين لا انا اللي خسران. تخيل بقى فانت لما يبقى عندك روح المجازفه وتلعب لعيبتك وتحفظهم وتشتغل التكتيك بتاعك من اول الموسم على ان انا عايز الثلاث نقاط ياخد الثلاث نقاط يا ما خدهمش صح هتلاقي الفرق معاك فرق كتير. الكره الهجوميه طبعا اللي عنده مجازفه اللي عنده روح يعني اللي هو يجازف عشان يحصل على الثلاث يعني انا عاجبني لافينا دايما اتفرج عليهم عايزين يكسبوا فوز مفيش عنده تعادل يعني التعادل بينزل الهزيمه يعني فعلا يعني بتلاقي الفرقه بتلعب وضغطه من اول دقيقه تحس انها هتكسب يعني كابتن سيد عيد بيقول لهم في المحاضره ان احنا لو غالبين ثلاثه كابتن سيد في بتروجيت ركز ايوه سيد عيد في بتروجيت في المباراه بتاع لافينا بيقول له لو غالبين ثلاثة تخيلوا الملعب ده مش هيساعدكم ممكن تتغلبوا خلي بالكم انا عارف ان احمد عيد ما انا عارف ان احمد عيد أنا لسه ما كبرتش انا قوي يعني لسه زايمر لسه جميل لا عايز اقول لك عايز اقول حبيبي عايز اقول نقطة قبل ما في بقول ليه يعني هزيمتين ورا بعض ليك نقطتين مش نقطة الهزيمتين في البداية خطر ليه؟ لأن في الآخر العشرة اللي تحت وأنت بتلعبه وهو هابط مفيش مشكلة هتلاقيه يكسب عشان كده بقول لازم تكسب بدري عشان اللي تحت لو هتلاعب فرقة من الاواخر دي وانت هتلعبها على ملعبك ولا ملعبك سهل تكسبها جمع نقط لا بالظبط جمع عشان تقدر يعني تكمل يعني فرقه ما خسرتش خالص زي مكادي عندها 5 بونت ترتيبها يا كابتن ال 13 وهي ما خسرتش خالص اهي ايوه بالظبط السكه لمجرد انها كسبت ماتش واحد من الخمسه بقى ترتيبها فوق يعني 7 يعني بقت الثامن فالعمليه المكسب كتير الثلاث نقاط كتير يا جماعه اللي بلاش انت يعني انا عاجبني بتروجيت وعايز اقول لك لما نيجي نتكلم على بتروجيت بتروجيت من الفرقه بتلعب كوره دوري ممتازه تعرف تلعب ايه انا عايز الثلاث نقاط وبس لعبوا 5 ماتشات كسبوا 4 ماتشات وخسروا ماتش فهو بيلعب مكسب يا خساره هو دي فاذا كنت عايز تكون وفي دوري زي ده خد بالك هي فرصه واحده بلعب دور واحد بالزبط. يعني انا هلاعب لافينا في لافينا لافينا خلاص مش هتجيلي خلاص مش هتجيلي مش هتجيلي اذا مفيش ملعبي وملعبه صح. هو 3 بونت انا معاك في دي. طيب المباراه الثانيه مباراه جمهوريه شبين والقناه. جمهوريه شبين رجع من اسوان بفوز عمل حاله من النشوه والفرحه لدى جماهير شبين اللي قالت احنا هنرجع زي السنه اللي فاتت والموسم المنقضي مع عصام شعبان. والقناه مع كابتن سامر فوزين متتاليين حقق القناه فوز هو الاغلى دفع بي الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط وجمهوريه شبين تجرعت الهزيمه وظلت عند 4 نقاط. وده الماتش اللي جاب فيه محمد تامر جون من اجمل الاجوان من ضمن 5 اجوان اللي شفناهم هتشوف شوطه وش رجل خارجه كابتن ومعديه من ورا الباك ازاي زاويه الرؤيه لحارس المرمى كمان صعبه جدا فحاططها وعارف هو بيعمل ايه. انا عايز اقول لك ان الجمهوريه يعني النتائج في الاول الكره دي اللي فاتت دي معلش انا اسف رجعها كده طيب دي كان زمان بقى كان المدير الفني بتاعهم عصام شعبان كان تخصص احراز اهداف منه ايوه كان هداف كان في الحته دي معروفه تبقى جون كانت جون على طول عصام كان هداف كان في الحته شفت الفاول ده عصام حط في الاهلي يحطه شمال لا بس كانت بتروح بقى في المقص كان بيروح كان على طول كان متخصص فيه عايز اقول لك ان الجمهوريه لا هدف ولا انت بتقول عليه شوف الجون يا كابتن الزاويه بتاعته من هنا مشوفه حطها رائعه وش رجل خارجي بص بص يا كابتن بص لا بص لا ده لسه بتحضر وترجع هتتحضر وترجع لسه هتحضر لا عايز اقول لك بس ان الجمهوريه لعب يا كابتن اول ماتش في ملعبه خسر من المحله تاني ماتش طلع لطنطا خسر من طنطا اتعادل مع مكادي في الجمهوريه فقلنا بدا
والتجديد الثقة في الجهاز، فهنا بدأ الجمهورية يرجع وقام طالع كسبان. الجون الأول يا كابتن، الجون الأول يا كابتن شديد. لا الكاميرا لو من الناحية الثانية يا كابتن، الكاميرا بس مش من الناحية. بص بقى من هنا، بص حطه وش رجله لما تشوفها من الناحية الثانية كابتن، لفة من الناحية الثانية زي جول حسني عبد ربه. جميلة حاجة، وش رجل خارجي تحفة وصعبة على الحارس ومش قوية، هي متوجهة بشكل جيد. لا هو حط وش رجله وعمل فيها السويرف، خد بالك، فراحت راحت بعد كده كسبت اسوان في اسوان الجمهوريه يا كابتن الاسبوع اللي فات، ودي اللي طاحت بحمدي حمدان المباراه دي. فقلنا خلاص بقى الجمهوريه رجع. بص الجون، لا هايله زاويه الرؤيه اللي حارس صعبه. الماتش ده بقى كان يرجع الجمهوريه للجمهوريه بتاع السنه اللي فاتت، سبع نقاط لو عملت سبع نقاط لان انت بتلعب في ملعبك، وزي ما قلنا الماتش بتاعت نقاط ملعبك مش على ملعبك، الثلاث نقاط مهمين جدا. كون ان سامر عبد الرحمن يروح مع القناه هناك ويكسب الجمهوريه في الجمهوريه، وانت عارف ملعب الجمهوريه وجمهور الجمهوريه جداً. فصعب جدا ثلاث نقاط من ثلاث نقاط الغاليين. عشان كده انا بقول محله لما تكسب الجمهوريه هناك المحله هتنافس بقوه. القناه ما يكسب هناك خلاص، القناه ما كسب الجمهوريه هناك. المشكله بقى عند الجمهوريه يا كابتن ان انت لما تخسر في ملعبك من خمس ماتشات ماتشين وتتعادل ماتش، لا كتير كتير لا كتير طبعا، كانش بيحصل يعني بسرعة. تسع نقاط في ملعبك تاخد منهم بونت صعب قوي. السنه اللي فاتت كان ماشي بشكل جيد، فكتير جدا على الجمهوريه ان تخسر 8 بونت من 9 في ملعبها، وكمان بره ملعبها يا دوبك كسبت القناه بس اسوان بس. فاعتقد ان الجمهوريه لسه بس يعني احب بس يعني مجلس اداره الجمهوريه يعني يهدوا. لا هم الناس يعني مش الثقه الكامله يا كابتن عصام، عندهم الامل وانا بكل ثقه. وطالما انت عندك ثقه في الجهاز الفني بتاعك تصبر عليه بقى وتدي له الفرصه وتسيبه يكمل. وانا من انصار ان التقييم دايما يبقى ما بين الدورين، انما المشوار صعب على الجمهوريه ولازم يفوقوا بسرعه. الكلام بقى لعصام والجهاز الفني واللعيبه، لان ده هم بايديهم هم، لازم يفوقوا شويه ولازم يدوسوا على نفسهم، لان هم فرقه كويسه. عندهم وحيد محسن ده لعيب هداف، لعيب وحيد معروف، وكان انا كنت هموت واخده معايا الاولمبي السنه اللي فاتت، البلديه كان هداف البلديه الموسم اللي فات، هدافين معروفين يعني. فيعني اعتقد يعني ان لسه بدري، انهم محتاجين يشدوا حيلهم شويه، انما هي نقطه انطلاقه وتكمله للمشوار للقناه. لان القناه تعادل مع بروكسي وكسب بتروجيت، خسر من بتروجيت وكسب النجوم وكسب ديكيرنس وكمل الانتصار. نجوم من الزاويه اهو بقى، احنا برضه جبنا لك من الزاويه، هيجي لك حالا. ايوه بص يا كابتن، حط وش رجله لففها، انت عارف لما تشوفها بقى تبص تلاقي لفه من الزاويه يا كابتن. دي اللي هتبان اكتر. ايوه من هنا، ده انا عايزها من هنا. بص يا كابتن، بص بقى، شوف لفه اهي من بين الباكين. انت معاك مخرج جامد وطاير وبسيون، عاملين شغل طاير وبسيون. فصعبه جدا، الناس تفتكر ان سهله، لا ده محطوطه، عارف هو بيحطها فين، الحارس مداريت عارف هو بيحطها فين. عايز انوه هات لي بقى الضربه بتاعت الكابتن عصام شعبان كان يعملها ازاي. جماعه معانا شباك جاهزين على طول، طاير وبسيون يطلب تجد ما يسرك على طول. هات لي بقى اوريكم المدير الفني لجمهوريه شبين الكوره السادسه دي بره المنطقه كانت تبقى عامله ازاي. لا كانت بتبقى لها، هتجيبوها لي دلوقتي وهتشوفها دلوقتي. عايز اقول لك ان القناه ده الانتصار الثالث على التوالي اليوم. ما هو ده خلاص انطلاقه، ده عجبني جدا يعني اكتشاف مدير فني جديد. ده الكابتن سامر، وانا بهنيه على المستوى ده. ايه النصيحه اللي توجهها لجمهوريه شبين يا كابتن شديد؟ اقول لكم ماشي بقى، يعني لسه بدري بالنسبه لكم، الدوري طويل بالنسبه للدور الاول 19 مباراه كبيره، انما كان مستواك السنه اللي فاتت افضل بكتير من السنه الحاليه. انما بالشكل 4 بونت ويلعب الماتش الجاي وربنا يكرمه يقدر يخشه بشكل جيد تاني وينافسه برضو على وسط الجدول، انما واحده واحده لحد ما يوصل. وده اللي انا بقول لحضرتك، يعني يبقى الوصول للمقدمه بيبقى محتاج زي ما قلت بدري. يعني عارف السر ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي ايه؟ الدوري اتغير خالص، يعني انت بتلعب في مجموعه غير كده كمان الجمهور. طبعا شبين عشان كنت تروح ملعب شبين بيجهزوا له برضه صراحه تعبت شويه طبعا. ما بين جمهوريه شبين اللي كان ملعبها مرعب الموسم الماضي والموسم لا شوف يقول له يجيب لقطه بلديه المحله وجمهوريه شبين في ملعب الجمهوريه. ايوه بالظبط، الماتش الصعود البلديه صعد منه، واخد بالك؟ شوف الملعب مش كده، ده الملعب والمدرجات والجمهور في البيوت حوالين. السنه الموسم الماضي كان الامر متروك للساده مديري الامن في المحافظات المختلفه لتقييم الوضع، وانا بناشد مديري الامن في كل محافظه، وبناشد ايضا خلينا ناشد اتحاد الكوره، خلينا ناشد ومش هتكسف
يعني لازم نصل الى حل. ما الامن مع اتحاد الكوره ينسقوا مع الكوره في حضور الجماهير، لما الاقي جماهير طنطا على البنايات في الخارج وممكن اي واحد يقع مشكله كبيره فيها. طبعا يروح فيها تمام. اما الاقي في غزل المحله في الاسبوع الاول شفنا المشجع الكبير اللي حصلت له كسر في الحوض بسبب وقع مظبوط وعم امشير عم خضير عبد الله بيروح المباراه دي ورا طنطا مشجع يروح للنصر للتعدين 13 ساعه. فانا بناشد يا جماعه اللي انا اسيطر على الجمهور داخل الملعب سهل او ما يكون في الشارع على البنايات. انا اقول لك واقع يا دكتور بدون قطع. لا في واقع، بس تخيل ان جمهور المحله راح في ماتش والمحله الاسبوع اللي فات ما دخلوش قعدوا اتفرجوا على القهوه قدام الاستاد. حرام. طب حرام. ايه ده يا جماعه؟ وبعدين استاد الجمهور متعه. يا انا بحكي، انا بسيطر على الجماهير جوه طنطا السنه اللي فاتت والجمهوريه والبلديه وتكنس والمنصور. خلي الجماهير تتواجد في المدرجات، ادوا الروح على الاقل قدام عينيك يا اخي. الجمهور بس احنا عندنا عم حسين دوا من فوق في ماتش المنيا السنه اللي قبل اللي فات وانا ماسك رجله اتكسرت، يعني عملنا له شريحه. الراجل حصل له كسر رجله اتكسرت وعندنا نفس الكلام. ليه ما دخل هو مسيطر عليه بدل ما يقعد يجري في الشارع؟ يقعد باليومين عشان يعملوا قرار يخشوا، ما حدش بيدخل. الجمهور بقى عنده وعي، متعه ان الجمهور يخش. ما حصلش مشكله في القسم الثاني الموسم الماضي خالص، وكان الجمهور بيخش وكان الجمهور كله بيخش. وعايز اقول لك احنا بقى عندنا وعي دلوقتي، الجمهور بتاعنا بقى عنده وعي، وبقى الناس كلها عارفه ازاي تحافظ على منشاتها، السيطرة على الجمهور داخل الاستاد، وعندنا امن قوي. فانت طالما طيب. عندي امن قوي خلاص. اديني الهدفين، اديني طيب يعني وريني عصام شعبان كان بيعمل ايه. ادي كابتن عصام شعبان، دي ادي الفاول بتاع كابتن عصام شعبان، شفتوا يا جماعه؟ ده المدير الفني الحالي، وده كان في النادي. لا ده حاططها احسن من اللاعب. لا لو حطيتها لا لا بإيد. حاجه ثانيه، ده حطيتها وحطيتها في مين يعني؟ في ايوب في كابتن شوبير. شوبير دي بقى راحت الفرقه، ده الكره دي انا شوطها انا هتشوطها احسن. احسن دي سهله يعني، هو بحطها قويه. عصام عصام اللعيبه الصراحه بقول لك ايه، كانوا بيتعبوا يا ساتر، وكانوا عقده الزمالك بيعاصروك يا ساتر. عبد المولى وشريف ناوي يعني تعزوا عنده. ما كانش روح، كنت انا بلعب افراد ساعات، فاروح له ناحيه اليمين شويه كده في نص الملعب، اروح ناحيه اليمين او ما اقول للزفتاوي روح انت يا عم. طيب عشان عاوز ادي للقسم الثاني بيه النهارده حقه، اخد بس الماتشات المتبقيه. بروكسي مع رايا، وبروكسي يفوز على رايا بهدفين مقابل هدف، وكده بروكسي بيصل نقطه 8 ورايا عنده 5 نقاط. مباراه كانت كبيره جدا بين فرقتين لديهم مقومات النجاح، سواء كان في رايا اللي هيعاود اللعب، عاوز يلعب على ملعبه في كفر الدوار، واعتقد ده هيحصل خلال الايام القادمه، امام محمد حامد ومحمد حليم. محمد حامد طبعا ومعاه احمد سمير في بروكسي، قدام كابتن حليم في راي. كابتن شديد، بروكسي من الفرق اللي انا بتبسط في لعبها، حتى من السنه اللي فاتت لو بتصفي عشان تبقى في دوري المحترفين كان ادائهم جيد، وتعادلوا مع المنيا في الماتش الاول 2-2. بروكسي ادائهم جيد جدا، حتى لافيلنا فاز عليهم باخر دقيقه بضربه جزاء على ملعبهم، وده الماتش اللي بعدهم شويه عن المقدمه اللي هم 8 كانوا ب3 يبقى 11، قريبين من الجدول. انما ورايا فرقه جديده على المجموعه، بتادي على قد امكانياتها الموجوده، انما المباراه يعني انتهت كده فيها عداله، يعني 2-1 دي نتيجه بعتبرها طبيعيه، مش صعبه يعني. كابتن شريف، يعني جهاز جديد خد بالك لرايا، مسك من الماتش اللي قبل اللي فات كان محمد حليم، لا اول ماتش تعادل مع السكه اللي كان فيها ضربه جزاء عليها مشكله وتعادلوا، كان هم كسبانين مع محمد حليم، وعلى فكره معاهم كمان الكابتن علي اللي هو كان حارس مرمى حرس الحدود. علي علي فرج، علي فرج كان معاه، علي بوداء، علي بوداء وهو علي فرج ده. لا لا وراح المنتخب طبعا، جاب ضربات جزاء كتير. اول ما اشتغل مدرب حراس مرمى اشتغل معاه السنه اللي فاتت في المجد السكندري، وهو من المدربين كويسين جدا، وحليم من الشخصيات الجميله. المهم تعادلوا مع السكه اول ماتش، ثاني ماتش كسبه النصر التعدين، واخد بالك؟ فعاملين شغل كويس جدا. الماتش اللي فات بيلعبوا فرقه تقيله بروكسي، بروكسي فرقه في ملعبها صعبه، معاهم محمد حامد من المدربين او من الشخصيات الجميله، بيعرف يلم لعيبته، عنده امكانيات كويسه، عامل سكواد كويس، عنده حسام بركات ده هداف الدوري، خمس اهداف، ده لعيب الزرقاء لو تفتكر لما مع الحاج سمير موسى، وتوقف دور كامل النادي كان واقفه عشان المستحقات وكلام من ده، وبعد كده اتنقل، وهو من وهو في الزرقاء كان هداف الزرقاء.
هو السنه دي مع بروكسي جاب 5 اجوان، عامل هاتريك في الماتش اللي قبل ده، يعني الماتش اللي فات بروكسي كانت بتلاعب المقصة تعادلوا 3-3 وهو اللي جاب الـ3 اجوان، واخد بالك؟ فهو هداف. فاعتقد ان بروكسي بتعلن عن وجودها بشكل قوي، وما ننساش ان بروكسي صعد السنه اللي فاتت للدرجه الممتاز به، يعني هي السنه اللي فاتت اول موسم هي كانت بتصفي اول موسم للممتاز به، ونجحت ان هي مع في دوره الترقيه مع المنيا والاتصالات ان هي تكمل تلعب دوري المحترفين وتكمل وتبقى موجوده بالشكل دوت هنا. يعني بروكس السادس، يعني من ضمن الـ10 فرق، اعتقد ان احنا بنحييهم. رايا جايه، لان رايا خد جايه معاها اداره واعيه جدا، اداره واعيه وجهاز فني كويس، وهم مجموعه اللعيبه كويسين. بس انا بدور على ايه؟ في استقرار فني وفي استقرار اداري واداره واعيه، يبقى في النفس الطويل، وده اللي هيبان قدام. طيب كابتن شديد، هديك المباراه دي وهرجع لكابتن شريف فعلا، هي مباراه غازي المحله ومكادي. وغازي المحله فرط في 3 نقاط على ارضه ووسط جماهيره، ودفع البيل المركز الثاني بعد ما كان متقدم، تعادل مكادي، وركله جزاء مهدره لفريق غزل المحله، ونقطتين يعني صعبين جدا لخالدين. بعدو عن المقدمه، انا لسه قايل للكابتن شريف جوه الاوضه ان المحله نازل زي مباراه لافينا والنجوم، نازل وواثق بنسبه 100% انه هيفوز المباراه. فوجئنا ان هم جابوا الجون الاولاني بالكره عرضيه جميله، كان ممكن يضغطوا تاني ويجيبوا الجون الثاني والثالث، انما ردت بجون جميل جدا لو جابوا الجون التعادل. هدف جميل معمول وان تاتش ده محمود السيد، محمود السيد جون جميل جدا. المحله لما الوقت بيعدي في كره القدم، انت عشان تعرف تطلع الاول انت مضغوط نفسيا وبدنيا وذهنيا، فبتضطر تغير بقى اي التغييرات الهجوميه، فبالتالي تفتح في خط الظهر عندك فرقه محترمه. انما انا من لسه قايل للكابتن ان المحله بتلعب كوره بشكل جميل جدا جدا جدا. شوف الجون يا شديد، بص الجون جميل، شفت الماتش نفسه، بص وان شوت، بص جون ومط رجله عملها بشكل جيد برضه، نفس الاخطاء جزء من جمال كره القدم، لان برضه دي ما فيش رقابه، يعني ممكن يخرجوا يبقى في تسلل، الناس نايمه داخل ال 18. انما المباراه كانت جيده جدا بالنسبه لمكادي اللي هو الخمس مكادي ما شاء الله، يعني 5 تعادلات و5 اهداف و5 نقاط، ماشي بشكل جيد وعلى ملعبه، عنده مباراه القادمه يلعب مباراه. انما المباراه هي المحله كان فرط فيها، انا اقدر اقول المحله فرط في المباراه دي بشكل سهله جدا. وطبعا برضو يعني شيء بشيء يذكر فرقه مكادي، بص الكره دي بقى ازاي تضيع، انا يعني بص دي لو قعدها للشريف تيم 100 مره. تعرف دي ليه؟ هو فكر تفكيرين، العب برجله ولا بدماغه، اما لعبها شخص. عارف زي كره مين؟ مجد طلبه، مجد طلبه في كاس العالم، كاس العالم. بس بص دي جوه الجون، كابتن مجد طلبه دي جوه الجون، يعني دي جوه الجون، يعني هو لو وقف هتيجي فيه، هو لو وقف. دي ضربه جزاء ضيعها خالد الاخليني، خالد عامل موسم وجاب جونين الماتشين اللي فاتوا، خالد مش كويس يعني كل ماتش ضربه جزاء تقريبا. حارس المرمى بصراحه تصدى، لعب عليها كويس جدا، لعب عليها كويس جدا. وطبعا فرقه مكادي يعني بصراحه برضو لازم اشكر الدكتور مجدي وكوك عميد كليه التربيه الرياضيه، يعني كان الناس موجوده مش لاقي ملعب تتمرن عليه، الراجل سمح ان هم يتمرنوا قبل المباراه بيوم على ملعب التربيه الرياضيه. مجدي الراجل رياضي وراجل يعني على المشهوره دي. طبعا طبعا دكتور مجدي من الشخصيات الجميله، موجود في مكادي يا احمد الصحيح، من بص والناس مؤسسين كره القدم يعني. اتصل بالكابتن شوبير واتصل بيا، والدكتور مجدي على طول وفر الملعب، فبنشكره يعني اي ضيف بيبقى يعني. طبعا طبعا مش جديده على الدكتور مجدي، اكيد عايز احيي بس مكادي في المباراه ديت والحاج احمد الصحيفي على ان هم يعني صاعدين، والخمس ماتشات تعادلات زي ما قال الدكتور ايهاب، 5 اجوان عليهم 5 اجوان، ده كله كويس مش معانا، بس هم ناقص لهم مكسب عشان يعرفوا الطريق بتاع المكسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه الروح القتاليه العاليه جدا وهم بيلعبوا المحله، بيلعبوا قدامي، يعني خلينا نقول متفق معاك يا دكتور ان اسوء مباراه المحله لحد دلوقتي في الخمس ماتشات. المحله كانت بتمتعنا، المحله انا بنزل اتمتع يعني، رؤونا في الفرص، المجهود قل الشوط الثاني، كان ممكن الماتش يخلص بضربه الجزاء، ما هي الفرقه البطل اللي هي في حالتها تكسب، والمحله كان ممكن برضه وهي مش في حالتها تكسب الماتش، سواء بضربه الجزاء او بالفرصه اللي شفناها دي. انما مكادي قتال على كل كوره، مسيطرين على نص الملعب، بيلعبوا الكوره بثقه عاليه جدا، اداء راقي في بتاع، محتاج تدعيمات او 2-3 او سنتر فيرود جنب محمود السيد، ده يبقوا فرقه كويسه جدا. فبحيي مكادي والحاج مع احمد الصحيفه على الفرقه والمدرب بتاعهم الشاب اللي هو
بيلعب على قد قدرات امكانيات لعبته. خبرات لسه هيكتسبها مع الوقت، انما بيلعب في حدود، بس في ودنه كده وفي ودن الحاج احمد الصحافي يلعب على فوز. ايوه هيفرق معاك كتير. لو تعادلت هيريحك، لو تعادلت ال 19 ماتش مش هتبقى من العشر، واخد بالك؟ شوف بقى ما خسرتش خالص، مش هتبقى من العشر. فانت محتاج يكون في ريسك شويه، مجازفه شويه. يجي ازاي؟ بالتكتيك اللي بتشتغل عليه مع اللعيبه، بالضغط من قدام، بتشتغل وتحافظ لعيبتك ازاي ان هم ياخدوا الثلاث نقاط وبتلعب. ودلوقتي خد بالك لما تبص كده الفرقه كلها زي بعض، كله قريبين من بعض. يعني ما حدش يقول ابدا النصر التعدين يكسب طنطا ابدا، ما حدش يقول النجوم يكسب لافيانا، انما هم لعبوا على المكسب كسبوا. فانت لازم تعديل يفوز على طنطا. فانا ما افرحش ان انا بتعادل. في اداء يبشر بالخير، المهم المكسب بقى. طيب حرس الحدود واسوان والفرقتين اللي هابطين مع بعض من الدوري الممتاز، مكي تعطل من حمدي حمدان، وكانت المباراه الاخيره كابتن حمدي واحد من المدربين الكويسين جدا، لكن تولى مكانه ايضا مدير فني قدير معروف كابتن هشام زكريا، واحد من المدربين المحترمين جدا. والمباراه انتهت بالتعادل على ملعب حرس الحدود. واقدر اقول ان الحرس ما اقدرش اقول فقط نقطتين، لانه بقابل اسوان، وانا قلت لك اسوان ده الحرس كان خسران. الحرس دلوقتي بقى عنده 9 نقاط، واسوان عندها اربع نقاط. يعني حرس الحدود في الخمس ماتشات اتعادل 3، وبرده ده كتير على فرقه عايزه تصعد. كسب مين؟ كسب ابو قير وكسب الاتصالات، وتعادل مع المحله ومكادي ومع اسوان، وكان خسران اسوان. جابوا جون حلو قوي على فكره، حرس الحدود جاب جون جميل جدا رجعه للمباراه. انما القضيه عندي في ايه؟ انت زي ما انا بقول دايما كده، اسوان كانت جريحه وعايزه تكسب لانها كانت خسرانه في ملعبها من جمهوريه شبين، ومشكله كبيره، وراحت تلعب الحرس كمان في ملعب الحرس، فكان ما فيش قدامها غير المكسب، وده سبب من اسباب تغيير الجهاز. من حظ المحله السائق ان الجهاز اتغير، خد بالك. ليه؟ لما تروح تلعب اي فرقه وجهازها جديد الجهاز بس هشام زكريا من الشخصيات القويه جدا. ايوان، وانا بقول لك، انا بقول من حظ المحله السيء مش الحلو. ليه؟ لان لما تروح تلعب فرقه روح جديده ودم جديد واصرار جديد، فده من حظ المحله. وهشام زكريا مدرب كويس جدا، من المدربين الكويسين، واعتقد ان اسوان برضو زي ما انت قلت راجع بقوه للتنافس تاني. يعني طيب كابتن شديد، ديكيرنس وفوزها على بترول اسيوط 2-0، وده خلى ديكيرنس عنده 7 نقاط، وبترول اسيوط اصبح ايضا 6 نقاط، وفوز كان مهم جدا لديكيرنس مع ايمن الجبل. وانا بحيل بترول انه يوصل للنقطه 6 دي في الدوري الصعب ده. اداء جيد لبعض اللعيبه، شفنا المباراه اداء جيد جدا. الفوز جه بصعوبه، ما جاش بس دي هزيمة الثانيه لبترول. هزيمة الثانيه، بس برضه فرقه طالعه من دوري الصعيد، فبرضه دعموها بشكل جيد، مدرب محترم بيقدم معاهم بشكل جيد. اللعيبه بتلعب كره جميله في نص الملعب، بيسيطروا بشكل جيد. عندهم ناحيه الشمال باك شمال بيأدي، وعندهم هجوم مش وحش. البترول لازم يتقدم بشكل جيد، زي ما بيقول شريف كده، لازم يكسب ماتش عشان يخش الجدول بشكل جيد، لانه برضه 6 بونت دي معقوله في الوقت اللي تحتيه فرق كبيره جدا، طنطا واسوان وشبين والمقص تحتيه، انما هو بيأدوا يعني ماتشين هزيمتين هيبعدوه تماما عن المقدمه، انما في الوقت في اللي جاي لازم ان شاء الله يركز في الماتشات اللي جايه عشان يقدر يكسب ماتش او اتنين يخش فيهم في مع اللعيب مع الفرق اللي هي في المقدمه. طيب عندنا المباراه اللي بعد كده، بتروجيت والمقاصه. كابتن شريف، بتروجيت طبعا انا شفت الماتش ده وتابعته. بتروجيت فرقه بتلعب كره حديثه، في عدم تقيد بالمراكز، بانتشار فوق الممتاز، بيطلعوا تحت الكره بشكل كويس جدا، بيعمل بيلد اب من تحت بشكل كويس، بينهي الهجمه بشكل كويس. عندهم سنتر فورورد سامبا فالدا من الهدافين، ولاعيب كويس جدا. بيلعبوا على المكسب، كسبانين 4 ماتشات من 5،
ده الهدف الاول طبعا برضه شايل عين من الداخليه ده كانوا خسرانين من المقصه 1-0 الزين جاب ضربه الجزاء بتاع المقصه والله بحيل المقصه يعني مجموعه لا وكانوا شايلين برضه صغيرين ومش قيد وادوهم بشكل جيد ولعبوا مباراه جميله ده الجون الثاني بس ده جون في قتال بقى زي ما انت قلت كده افتح الروح الروح بالظبط الروح في قتال يعني الصعيدي ده الصعيدي قاتل عليها يعني ومعاه الباك اي فرو الثاني يخاف شويه لما هو راح وحطت موقف وفي وقت قليل يعني انا عايز اشوف الجول الاولاني بس في شك انه اوفسايد جول بتاع سلطان يعني الجول الاولاني في شك انه اوفسايد انما ده ما يقللش من مجهود سيد عيد لا كابتن سيد عيد عنده ثبات وعارف امتى بيرجع ومغلوب ورجع للمباراه الاهم من كده ايه بقى؟ ان بيلعبوا كوره تقول دي فرقه دوري ممتاز النجم مين في الفرقه كلهم بالظبط واخد بالك ما تقولش لا ده لو ده قعد الفرقه تقع لا تمام وفي قبل ما هي خلاص انا محمود ابني بيلعب في بتروجيت بيقول لك كاب سيد عيد بعد الهزيمه او ما فيش كلام يعني بيقول لك هو ده الاصول يا شوف بقى الكره من هنا اهي ارجع ما هو ممكن احنا هي مش هتبان كده طب خليه كملها لنا كده هنعديها عشان خاطر محمود شديد قناوي لا لسه اتكلم عن اتكلم عن عدي عشان خاطر محمود شريف محمود اللي مغطي محمود اللي مغطي اللي جاب الجول ده هو اللي جاب الجول طب اللي هم اللي جايبين يبقى مش هو اللي جاب الجول ده بيكملها بسيوني كملها هي هي ده محمود مع الفرقه اللي كسبت مش اللي ده تسلل وست اشهر يعني بقول لك محمود الكابتن سيد من ضمن المدربين يقول لك هادي جدا على الخط ما مش منفعل وانا بحبه جدا على المستوى الشخصي يعني ما شاء الله صعب مع النصر كم مره فبيقول لك بعد ماتش لافينا ما سمعناش بعد الهزيمه بعد طلعنا وهدينا والاجازه بتاعتنا بكره ونبدا التدريب وبداوا المباراه اللي بعدها وكسبوا الماتش طيب اللي بعد النصر التعدين وطنطا ماتش غريب الشكل يعني انا كنت حتى بتراهن مع كابتن مجد على الماتش ده قلت له طنطا كسبانه انت عارف انا بميل لطنطا قال لي انت بتحكم بقلبك قلت له لا المهم ان لما الاسبوع اتلعب وجه قال لي انت خسران الرهان قلت له هو برضه العرق السوهاج بتاعه بيغلب عليه قلت له خسران الرهان انت لو سالت لعيبه النصر التانيين هيقولوا لك طنطا هتكسب الماتش كان صعب جدا ضربه جزاء ضايعه بطريقه كنت احمد علي ضيعها لا المشكله الرد الثاني يعني الرد الثاني حطها في نفس المكان يعني حطها في جنب من الجناب انما بحيي بقى في نفس الوقت رجع ملعبه ثاني ولا رجع بحي بقى في نفس الوقت النصر التعدين جدا لازم يحيي محمد شرف محمد شرف وروح عاليه واداء كويس جدا وبيلعبوا فرقه كبيره والماتش كان هيروح منهم رجعوا الجزاء محطوطه بهدوء كمان فاعتقد يعني ان النصر التعدين عامل شغل كويس جدا صحيح اربع نقاط بس عايز اقول لك حاجه مرتين شفت دي مرتين اتنين وترجع ورجع حطها تاني لا من المباريات يعني طنطا بص بقى هنا اربع نقاط يا كابتن ترتيبهم ايه 17 طب عايز اقول لك حاجه النجوم اربع نقاط ترتيبه 19 ماتشين بينه وبين الثالث مفيش فرق بينه وبين الثالث ماتشين صح 6 بونت وبالتالي العمليه لسه بدري لسه بدري جدا يعني بس بنبارك النصر التعدين عاملين ماتش كويس قدام فرقه كبيره يعني مع بوير الاسمده وفوز بوير الاسمده خارج الديار 2-1 اللي اعاد التوازن مره ثانيه للكابتن ايمن المزين وكابتن جمعه مشهور مباراتين 2 الحظ مش معاه بالمره كده بقى عندنا فريق بوير الاسمده عنده 7 نقاط وعنده 6 نقاط كابتن ايمن المزين عمل مباراه رائعه في الاداره جيده جدا المباراه شفتها تحركات واعيه جدا لعيبه عاوزه بتقاطع على كل كوره توظيف اللعيبه شكل جيد هو واقف بره على الخط هادي كابتن ايمن تقريبا من او انا اعرفه على المستوى الشخصي من الناس الهاديه اللي برضه زي سيد عيد كده ما بقاش منفعل المباراه الجون ده بص يا كابتن الخطا ده الجون الثاني خلي بالك مش الاولاني يعني التسديده السردباك مش موجود ويطلعوا كاشفين اوف سايد جابوا الجون الثاني وفازوا في المباراه ده الجونين الاثنين جم في النهايه يعني المباراه كانت صعبه جدا بس هو قدر كابتن ايمن يستحق شوف يا كابتن وفوز عدل يعني لا تمركز. يعني هو اعاد له كبريائه فوز اعاد له كبريائه مره ثانيه يعني الكوره ما كانتش معنده معاه خالص الفتره دي وسبع نقاط بقى قريب يعني شوف الفاول ملعوب على الارض اولا ملعوب مش حلو وثلاثه لعيبه من وين واقفين زي ما قال الكابتن في ماتش تمركز نايمين هم نايمين فعلا تمركز خطا يعني واللي لعبها صلحها ما طلعهاش هو طلع على كده صحيح لكن هي مباراه اعاده الثقه زي ما قلنا على الاخر ماتش لافينا والنجوم ماتش المفاجاه كل ما لكن بحيي كابتن نادر السيد
ثقة سيد محمد الطاولة فيه، وهارد لك طبعا لفرقة لافينا، فرقة محترمة وفرقة هتنافس لآخر. أنا أتكلم على لافينا بحكم تواجدي موجود، الحاج محمود مراهن على المباراة إن لافينا تفوز 4. وده كان شيء صعب جدا، أنا كنت قاعد معاه امبارح وأنا جاي. قال لي أنا توقعت ليه كده؟ علشان شاف اللعيبة بتاعته تقدر تسيطر على المباراة، وأنا قلت لمحمد لا كرة القدم ما فيهاش توقع. التوقع بيأتي، إحنا بنقول كده التوقع، أنا ممكن زي الكابتن شريف متوقع كذا نتيجة وطلعوا مش صح. فبيقول النتائج إحنا على مستوى الفرقتين، يعني بنتكلم على مستوى أهلي هيلاعب المنيا بس، فكل يقول الأهلي. إحنا كلنا قلنا إن لافينا هتكسب، وبعدين جاي غالب بتروجيت الاول، يعني نتيجه كبيره، وده بحين خروف والعمليه ماشيه زي الفل واللعيبه بصراحه بتأدي بشكل جيد، انما الجون الاولاني فعلا معمول بشكل جيد، والجون الثاني لو جبته بتاع شريف، الجون الثاني ده لو جبته من الاول جول لافينا، جول لافينا اتردد الجول، مفيش رقابه في نص الملعب، يعني الولد جاي من نص، يعني هتشوفها ده هدف لافينا، ده هدف التعادل لافينا، الجول الثاني للنجوم، الكره نفسها جول لافينا، جول يعني طلعها من جوه المرمى، ده الجول الاول ملعوبها، ده الاول الجول الثاني معموله من نص الملعب والناحيه اليمين الجناح. بص يا كابتن هو اترد اهوت، شوف كان الهجمه لمين، كم واحد من لافينا، 1 2 3 4 5 6 تسعه هنا، تسعه والعاشر هنا ناحيه اليمين، مش مغطي بص يا شريف، خلاص بقى هو سر الماتش ايه يا كابتن؟ ان لافينا نازله زي ما قال شديد كده، الفوز في اي وقت هنكسب. بص يا شريف، بص لافينا، شوف بقى، ولا مفيش حد، وبعدين حطها بهدوء جدا جدا جدا، ده برضه يحسب دي خبرات برضه، حي النجوم على انهم لعبوا المباراه مع الفرقه اللي كانت هتبقى الاول، يعني لافينا ضيع المركز الاول بالهزيمه دي 10، يبقى 13 نقطه، كان هو اللي هيبقى المنافس الاول في المجموعه، انما برضه درس اللي يقع ويقف ويكمل هيبقى اقوى من الاول. بس في درس اهم من ده بقى كمان يا جديد، هو دايما لما اكون انا بلعب على الثلاث نقاط، يعني انا اللي بحط نفسي مطرح لافينا ومغلوب واحد ورجعت للماتش بقت 1-1، الاندفاع الكبير قوي ده اللي دافع كويس، ايوه، فانا دايما كنت اعمل ايه لما الاقي لعبتي بقى مدافع خلاص بقى مش رافضين ان هم يكونوا متعادلين مع فرقه هم المفروض على حساباتهم انهم يكسبوها، انا بسيب الحته الهجوميه، هم مندفعين خلقه، وانت بركز ورا، أيوة انت واقف فين، انت عامل تغطيه، انت بتاع اللي المدرب ليه بقى صح، أيوة عشان ما انا ما بلعب عايز اجيب الثلاث نقاط ما اروحش مني البونت. احمد عيد المدرب اللي هيبقى كويس، النتائج مساعدها بشكل جيد، هو بيأدي بشكل جيد وبيعمل كويس. فرقه يعني طيب. حاج محمود دايما بيكسب الرهان، خد بالك، عايز اقول لك ان النجوم اول جونين في الدوري ليهم جابوهم الماتش ده، ولا جون طول الدوري، مفيش ما اول اهداف، اول اهداف ليهم. هل لديكم اقوال اخرى قبل ما اروح لحته ثانيه؟ لا، نتمنى الدوري يستمر بشكل جيد والحكام تنتبه، يعني ما تظلمش حد. حاضر، اخذ بعض النقاط بعد رسائل كابتن هاني لبيب، طبعا نجمنا ونجم نادي بنها، نتمنى له الشفاء ان شاء الله العاجل، منور الدنيا كلها دكتور، وضيوفك الكرام، حلقه ممتعه. فاكر يا دكتور لما قلت لك هيبقى دور اول شرس جدا جدا، وده طبعا عشان البونت ملوش تعويض، معاك حق يا كابتن هاني، انا معاك تماما فيما تقول. كريم عفيف في زميلنا ومراسلنا مستمتعين بالحلقه، سلام الكابتن شريف خشاب وكابتن شديد، وبجد كابتن اسامه اسماعيل حكم مباراه الحرس واسوان، عمل مباراه غايه في الروعه من خلال منبرك لازم اشيد بيه، كابتن اسامه من الحكام الكويسين جدا على فكره، جدا يا كريم جدا يعني. عندنا كمان كابتن حمد عبيه، مساء الخير وتحياتي لضيوفك، حلقه مميزه ان شاء الله، اشكرك شكرا جزيلا. عندنا بعض الرسائل الثانيه، دكتور جاسر هيبقى في مداخله بعد قليل، حاضر يا دكتور. محمد الحسيني برضو حول رسالتك لما نيجي للقسم الثاني به، عشان برضو ما يخص الواسطه وما يخص نادي النجوم. بعد الرسائل الثانيه، كابتن اشرف السوهاجي، حلقه واحده في الاسبوع غير كافيه، يا ريت يكون برنامج يومين على الاقل، خميس وجمعه، ربنا مستعان يا كابتن اشرف ان شاء الله. كابتن فوزي ابو بيدا الفردي طبعا من بيحييكم وبقول مستمتع بالحلقه، والكابتن حمزه ابو عوض طبعا الضبعه، مساء الانوار دكتورنا المحترم، تحياتي لضيوفك المحترمين المنورين الشاشه، وتحياتي كابتن مصر كابتن شريف وكابتن شديد اناوي، اشكرك يا حاج حمزه. رضا سعيد هاخد رسالته بالكامل، بيقول تحيه طيبه لكم كل ضيوفك الكرام، كابتن مصطفى وكابتن شريف وكابتن طبعا شديد، بقول مستمتعين بالحلقه وتحياتي لاهلنا في غزه. اطلع تقرير عن القسم الثاني الف، وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين.
الدوري صعب جدا، انت بتطلع من اسبوع تخش في اسبوع تخش في اسبوع، الدوري صعب جدا، واديك شايف كل الفرق اللي حتى وانت بتتعادل اللي بنط قريبها. هو الدوري صعب، انت بتلعب النهارده فرقه برضه فرقه كبيره متمرسه في الدوري ممتاز ونزلت ومنافس ليك السنه اللي فاتت، فالدوري كله صعب، الدوري كله صعب. احنا بنحاول، احنا بس النقطه اللي عندنا اللي انت مجمع فرقه 17 لاعب جديد، محتاجين وقت بس برضه، يعني انت بتشتغل، احنا بنشتغل في التمرين وبنحفظ وبنشتغل وبندرس الفرق وكل حاجه، بس هي دي الكوره. انا بقول لك دوري صعب جدا. I think it was all the games in this league is 50. ماتشات كلها في الدوري محترفين السنه دي كلها تقريبا 50 50، كل الماتشات صعبه، مفيش ماتش سهل، بالذات فريق السكه فريق محترم فريق قوي. بيقول كل الماتشات، احنا دلوقتي لحد دلوقتي لعبنا 5 ماتشات كلهم كانوا تقريبا 50 50 يعني. الحمد لله انك تفوز على جمهوريه شبين، فريق كبير بجهاز فني كبير على ملعبه، احنا بنلعب على الفوز في كل الماتشات. يعني كان اول ماتش كده كان حصل فيه دروب خفيف مع بروكسي، اتظلمنا في جول اتحسب علينا هو مش هدف، فرق معانا النقطتين دول كانوا فارقين معانا. الولاد حسوا بالظلم شويه من اول مباراه. الحمد لله رحنا على ماتش بتروجيت واحنا شويه برده لسه مش جاهزين قوي، احنا بدانا متاخر، احنا بنجهز من توالي الماتشات الرسميه ودي حاجه طبعا بتبقى صعبه. فالحمد لله على كل حال احنا الفوز الثالث على التوالي، احنا اقوى خط هجوم 9 اهداف، فطبعا ده حاجه يعني كويسه جدا. اعتقد ان احنا كمان مع الماتشات ان شاء الله هيبان مستوى احسن باذن الله. الحمد لله رب العالمين، نقدر نقول ان الفريق ماشي بخطى ثابته، الفوز الثالث على التوالي. انا بشكر اللعيبه الرجاله، المباراه النهارده صعبه جدا خارج الديار بالذات في الدقائق الاخيره، لكن هم كانوا على قد المسؤوليه وحافظوا على الهدف. انا ببارك لهم وبارك لجمهور نادي القناه وطبعا مجلس الاداره، وبشكر ربنا شكر كتير جدا. الكره اللي فاهمة على طول، عايز يعمل عرضيه تروح على طول وتكعبه، هوبا وهدف يا لسيلا. سيلا يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، خبري جميل لبلدياته طبعا طبعا طبعا، وهدف اول. الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى والجهاز كله واللعيبه، تعبنا احنا، كان لعيبتنا محتاجين ثقه بس، ياخدوا ثقه عشان يأدوا بالاداء اللي هو احنا عارفينه عنهم، وده حصل في الشوط الاول. ربنا كرمنا بهدف وغطيناه بالتاني، كنا اكثر فعاليه في الشوط الاول، ضيعنا كذا هدف واحنا كسبنا 2-0، بس ده امر طبيعي لان اخر مباراتين احنا كنا مأدين بشكل عالي جدا وخسرنا 5 بونت، فده امر طبيعي. خوف اللعيبه على النتيجه، وان فرقه رايا معاه جهاز فني محترم وبالكامل جهاز فني محترم جدا ولاعيبه محترمه، فبالتالي خوف اللعيبه بتاعتنا على الثلاثه بونت هو اللي خلانا الشوط الثاني شويه نتراجع، ده امر طبيعي جدا في كره القدم يعني. فالحمد لله احنا كنا محتاجين نكسب بس عشان يفوق لعيبتنا. والله الحمد لله على كل شيء، احنا بنشتغل هنا مجموعه واحده، انا بقيتش هداف الدوري من فراغ، ده بتعب زمايلي، ده لا شطاره مني ولا كل حاجه، بتعب زمايلي. معانا جهاز فني على اعلى مستوى الحمد لله، جهاز اداري موفر لنا كل حاجه، كلنا منظومه هنا واحده، فبنشتغل بروح واحده الحمد لله، ربنا بيكرمنا ان شاء الله يعني الفتره الجايه نبدا نصحح المسار باذن الله. الحمد لله اللعيبه رجاله يعني نستاهل فوز بصراحه، كنا احنا احسن 90 دقيقه، احنا احسن، ضيعنا، الحكم ظلمنا بضربه جزاء باينه قوي، والحمد لله اللي جاي احسن ان شاء الله، ونادي بروكسي ينافس وان شاء الله باذن الله جاي احسن باذن الله. الحمد لله رب العالمين، بونت في ملعب غزل المحله، لا الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، فرقه تقيله مع مدرب كبير. الحمد لله رب العالمين، بونت نرجع بيه الغردقه البحر الاحمر ونبني عليه عشان عندنا ماتشين بعد كده في ملعبنا، ان شاء الله ربنا يرزقنا الخير ويرزقنا مكسب يظبط الجدول معانا شويه. اقول الحمد لله عملنا ماتش كويس، الاداء الشوط الثاني قل شويه، بنلعب فرقه بتنافس على الصعود على ملعبها، ماتش صعب، جه فينا جون بدري قدرنا الحمد لله نطلع الشوط الاولاني 1-1، قدرنا نرجع للماتش الحمد لله، وحاولنا نأمن الشوط الثاني والحمد لله ربنا كرمنا، وان شاء الله الفتره الجايه نحاول نركز عشان خاطر محتاجين المكسب خالص، احنا بقى لنا ده 5 ماتش تعادل، فمحتاجين نكسب ماتش عشان خاطر يفوقنا في الجدول شويه. خسارة على أرضنا، وحوالي 3 خسائر ومكسب وحيد. فرقة رأس الحدود فرقة محترمة جدا، احنا بادئين قبل الدوري ب10 أيام،
كان في لعيبه طبعا من الدوري الممتاز، كان في لعيبه مشيت، لعيبه قاعده وكده. حتى الكابتن حمدي والله انا بعذره، راجل محترم ومدرب كويس جدا، بس طبعا انت اي مدرب عشان شغله يبان بتبقى محتاج فتره قبل الدوري، مثلا اقل شهر ونص ولا حاجه، يقدر يعد الفرقه بشكل كويس. عندنا معانا لعيبه صغيره كتير النهارده، حوالي 6 لعيبه صغيره، فالحمد لله تعادل بادئين مش كويس، وان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرم نبني على النقطه دي ان شاء الله. فريق حرس الحدود طبعا فريق كبير وفرقه محترمه جدا، يمكن السنه دي هم مش غير لعيب واحد تقريبا بس من الفرقه، من المجموعه العناصر الاساسيه يعني، ففريق هينافس على الصعود بقوه، بس الناس مستعجله للاسف، كل الانديه مستعجله، اي فرقه جابت لعيبه عايزه من البدايه تكسب الماتشات كلها، وده مستحيل. احنا بنلعب يا جماعه دوري محترفين مش دوري ممتاز بيه. معتز ابراهيم واحد ضد واحد، عنده وفاد والخطيره والعرضيه، هوب جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايدي شيكو حلوه لمعتز، معتز عنده وفاد وهي جول 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 جول، الله 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 الله. المباراه الاسلوب اللي اتفرض في اثناء المباراه اسلوب صعب شويه، فرقه بتعتمد، فريق بترول الاسيوط بيعتمد على كور طويله، كور الاولى كور الثانيه، عندهم ادوات مميزه قوي في الثلث الهجومي، بيعرفوا يشتغلوا على الاولى والثانيه، وكمان عندهم سرعات كويسه قوي، فرقه معدل العمر بتاعهم صغير، فبالتالي معدلات الجري كبيره قوي. الحمد لله قدرنا الحمد لله ان احنا نتعامل مع مميزاتهم الهجوميه سواء في الكره الاولى او الكره الثانيه او حتى في الثوابت والاوت لاين، الحمد لله ربنا وفقنا وتعاملنا معاهم بشكل كويس. الحمد لله ترجمنا في الشوط الثاني، وده كان شيء مهم جدا ان احنا نترجم يعني. الحمد لله 3 بونت مهمين قوي قوي، اعتقد ان زقونا اكتر من المركز في الجدول الحمد لله. تعب الفرقه كلها من اول اسبوع، الناس كلها بتتعب، الناس كلها عايزه تجتهد، الناس كلها عايزه تكبر اسم كيرنس، عشان مش ده المركز اللي ليه بينا. احنا الحمد لله بننافس السنه اللي فاتت لحد الدوري الممتاز لحد اخر نفس، والسنه دي برده ان شاء الله ننافس لحد آخر نفس. إذن مباريات الأسبوع القادم اللي هتنطلق الأحد والاثنين والثلاثاء، الأحد مباراة أسوان وغزل المحلة، مباراة قمة بكل ما تعني الكلمة، خالد عين أمام هشام زكريا. يوم الاثنين مكادي مع وي، وبترول أسيوط مع جمهورية شبين، ومصر مقصة مع نجوم، الثلاثاء وادي دجلة أمام النصر للتعدين، راية أمام بتروجيت طنطا، أمام بروكسي، القناة أمام حرس الحدود، أبو كل الأسمدة والسكة الحديد، لافيينا وادي كرنس، كلها مباريات غاية في القوة والمتعة والإثارة. طيب، الأسبوع قبل الماضي عرضت صورة لعلي محمد شحاتة بلال، هذا المشجع القعيد اللي ورا نادي جمهورية شبين في كل مكان، واللي والده بيشيله وروح بالمباراة، ونشد مجلس إدارة نادي جمهورية شبين ان اهوت ادي الصوره قدامكم، والده كان شايله زي ما احنا شايفين، ونشد مجلس اداره نادي جمهوريه شبين والنائب احمد الخشن، سيد ايمن خطاب، الاستاذ محمود خياط، وكل اعضاء المجلس بايجاد يعني كرسي لعلي المحب والعاشق لفرقته، ولم يتوانى مجلس الاداره برئاسه النائب احمد الخشن اللي بشكره شكرا جزيلا وكل مجلسه بالكامل، وهو على وجه الخصوص الكرسي كان هذا الاسبوع والمباراه الماضيه امام القناه، علي كان موجود عليه وبيداعب الكرة كمان. يلا نشوف، وبشكر عمرو فرغلي مرة تانية، وبشكر أحمد جابر على مجهودهم معانا، نشوف التقرير ده وارجع أكمل مع حضراتكم. بإذن الله إن شاء الله، بإذنك أنت يا رب، علي ورا الجمهورية بإذن الله يا دكتور إيهاب لحد ما تلاقي في الدوري الممتاز إن شاء الله، وعلي هيبقى موجود برضك، وبإذنك أنت يا رب طول ما عايش وعلى كده الحياة إن شاء الله علي ورا الجمهورية لأبعد مسافة تبصوا تتخيلوه، وإن شاء الله الحمد لله كابتن عصام شعبان ده مش مدرب، ده بالنسبة لنا أخ كبير،
واحنا وراه بص بكل روحنا ورا الكابتن عصام شعبان، وان شاء الله باذن الله زي ما طلعنا من تحت هيطلعنا ان شاء الله الدوري الممتاز، وعلى يده ان شاء الله هنبقى في الدوري الممتاز. سياده النائب احمد الخشن وهو لبى بالطلب، والحمد لله لبى بالطلب وجاب لعلي الحمد لله كرسي، وعلى اسعد بني ادم النهارده، وان شاء الله بالتوفيق النهارده وباذن الله هنفوز ان شاء الله النهارده، وباذن الله علي هيروح مبسوط وهيروح سعيد جدا جدا الحمد لله. وبالنسبه لعلي ابني، علي ابني لحد دلوقتي انت لو شفته السعاده بتاعته على وشه بالدنيا بحالها دلوقتي يا دكتور ايهاب، وعلي بيشكرك وبيشكر بص اي ما حد ساهم في فرحه علي ابني النهارده. أنا اللي بشكر علي وبشكر سيادة النائب أحمد الخشن مرة تانية ومجلس إدارة جمهورية شبين، الفرحة اللي عند علي تسوى كنوز الدنيا، فأنا بشكركم. حاجة بسيطة لكن قدرنا ندخل بها الفرحة والاستجابة، بحيي مجلس إدارة وسيادة النائب أحمد الخشن. بضم صوتي لصوتك وبشكر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين على الاستجابة السريعة دي، وبحييك إن أنت في حاجات صغيرة كده ما بتفوتهاش. بنشوف علي هنا، بنشوف احمد السباعي في طنطا. ايوه يعني ربنا يقدرك ويقدرهم على فعل الخير يا رب دايما يا رب. روح الممتاز بيه ولا نبارك للكابتن شديد على الفرح الاول؟ خلونا نبارك بقى ما يزعلش مننا. طب هو جاب تورتايه ولا جاب حاجه ولا عذبنا ولا حاجه ولا وما يقول ايه، قول احسن انت شغال الخميس ما تختار الجمعه. هنعمل ايه؟ ما صدقنا. مبروك طبعا حبيبي يا دكتور، ما دخلش علينا بتورتايه. محمد شديد قناوي طبعا يوم فرح محمود اكيد لازم. محمد شديد قناوي بنقول له مليون مبروك، والصور قدامنا طبعا كان حفل الزفاف. دايما يا رب في فرح سعادة وتفرح بيهم محمد واحمد ومحمود، يعني الابناء الصالحين زي ما بنقول اللي اثروا الملاعب وامتداد لنجم كبير هو كابتن شديد قناوي. فمليون مبروك لحضرتك وللاسره الكريمه بالكامل، ودايما يعني بالرخاء والبنين كده، وتشوف الاحفاد ان شاء الله باذن الله وتفرح بيهم. بشكر الاستاذ بسيوني وكل القائمين على القناه المباركه الجميله دي. يعني مليون مبروك. عندنا ايضا يعني بالامس كان فرح قرينه العميد محمد بسيون رئيس نادي المنصورة، وأنا على الهواء بقول له يعني أنا بتأسف عن عدم حضوري بالأمس، والله ظرف خاص جدا. كان موجود أستاذ جمال علام وموجود سيادة اللواء طبعا محمد حلمي المشهور اللي يعني راحوا لفرحة العميد محمد بسيون، واحد من الشخصيات الجميلة، وأنا بتقدم له بالاعتذار مرة تانية لعدم تواجدي لظروف غصب عني، تعرف مقدارك عندي ومعزتك عندي. ده طبعا السيدة الخضر ابراهيم وادي محمد الدكتور محمد شريف وادي اعضاء نادي المنصوره مجلس الاداره، والاستاذ جمال علام موجود، ست اللواء حلمي مشهور موجود، استاذ احمد سالم رئيس نادي بالاس، كابتن طارق حبيب موجود في الصوره من الخلف. فدي طبعا مهندس خضر اهوت قاعد يعني بالفوز كرنس وبتاع طبعا. أيوة. بنبارك للعميد محمد بسيوني، بنقول له مليون مليون مبروك بالرخاء والبنين، واحد من الشخصيات الجميله اللي بتحظى بمحبه الجميع. يلا بقى نروح للقسم الثاني به. يلا حياكم مع بعض. يلا القسم الثاني بقى يا كابتن شديد. هي بتظبط كابتن شديد بيظبط 12 23 واحنا على الهوا 12 23 انا جيت واحده غرامه قد ايه يا كابتن شديد؟ انت راجع المنيا ولا احنا على الهوا؟ دي بقى ناخدها من الصور هتتصور واحده 22 يا طايل وهم بغير ساعه. انا عاوز صوره عم عبد الله المشجع بتاع طنطا الاول اللي راح 13 ساعه بمفرده ورا فرقة طنطا يشجعها في التعديل. يعني ده مثال. مش يوم. زي ما انت يعني جهزوا لي الصوره دي والنبي وهاتوها لي، ان الراجل ده لازم ندوه حق ان هو يروح ورا فرقه طنطا من هنا للتعديل في اسوان. والله يا دكتور يبقى حاج عبد الله وجماهير طنطا الوفيه. ادي الحاج عبد الله ادي قدامنا. زي عم خضير وعم امشير والمجموعه دي كلها لازم تعيش والناس بيسافروا. ادي الحاج عبد الله اللي يروح اسوان والنوبي وراه ده غير المجهود البدني المجهود المالي. والله يعني عم عبد الله احنا بنقول لك لقطه الاسبوع وجودك معانا زي لقطه علي محمد 600 كيلو ولا بنشكرك يا حاج عبد الله، ودي جماهير طنطا الوفيه اللي بنقول عليها يا رب انديه الجماهير يعني نشوفها كده بكثره في الدوري الممتاز. مدير امن في الغربيه وفي المنوفيه في كل مكان اسمحوا للجماهير بالدخول في المدرجات. القسم الثاني بقى بيضم انديه بقى كابتن شديد حدث ولا حرج. تمام يعني ادي مجموعه الصعيد، الكيما اسوان فاز على اسمنت اسيوط 1-0، قوس خسر من شبان انا 2-6، ديروت فاز على الالمنيوم 2-0، طهطه 3-2 على ملاوي، والاقصر كان باي. المجموعه الثانيه الترسانه
تعادل مع المنيا 1-1 مباراه القمه. بني مزار فاز على مركز شباب مغاغه 3-0. نجوم مصر 3-0 على مركز شباب طعميه. تليفونات بني سويف 2-3. الفيوم ترسانه 4 وبني مزار 4 والفيوم 4 ونجوم مصر 3 ومركز شباب مغاغه 3. المنيا 2 لانها فاز ماتش وتعادل. لا تعادل ماتشين. تعادل ماتشين انا اسف. تمام. وبعد كده الواسطه نقطه واحده. تليفونات بني سويف ومركز شباب طعميه. بمناسبه الواسطه بس انا هوقف. ادي الرساله اللي جات لنا. طبعا كنا دخلنا معانا مع المستشار جمال عويس رئيس نادي الواسطه ونادي النجوم برضو كانوا معانا وناشدنا ان هم يلعبوا على ملاعبهم. كان الامن رافض. هم جابوا شركه خاصه للتامين ولعبوا مبارياتهم وان شاء الله تخرج لبر الامان وعلى طول في ظهركم تستاهلوا كل خير سواء كان في الواسطه او في نادي النجوم. عندنا استر كومباني فاز على جولد 1-0. كهرباء اسماعيليه النهارده 5-3 مصر التأمين. الانتاج الحربي في لغز خسر النهارده من كبير قوي 0-1. طب عارف المفاجاه بقى اقول لك مين اللي جاب الجول؟ مين؟ يوسف طاهر ابو زيد. ما هو بيلعب. ما هو بص دي بورتو سويس معاها مين؟ كابتن عصام عبد اللي هو كان المدرب العام في منتخب 2005 مع الكابتن 2006 مع الكابتن محمد وهب. هو مجموعه من الناشئين بيلعب بقى كاستثمار. تمام. فيوسف طاهر ابو زيد بيلعب معاهم. يوسف طاهر ابو زيد كان معايا في معسكر اللعيبه المحترفين وانا شفت انه لعيب كويس جدا فيعني بتمنى له التوفيق وقلت له بس هو محتاج يشتغل على نفسه وعنده اصرار فظيع. فرحت جدا مارادونا جدا انه النهارده جاب جون لانه هو من اللعيبه اللي عمر التاريخ ما ينساهم. نجم من النجوم الكبار طبعا. كان يقول له حط لي الكوره هنا بس ماكش دعوه احطها له كده خلاص خلصت. وانت في الناجي وانت في كاس العالم. كاس العالم خلص. الناس الجميله طبعا. كهرباء اسماعيليه 6 اتحاد الشرطه 4 مع جولدي 4 بور فؤاد 4 الو ايجيبت 4 3 اس كامباني ومعاه الانتاج الحربي 3 مصر التامين بورتو سويس ده كله 3. بعد كده مركز شباب العريش في المجموعه الثانيه بقى خسر امام النصر 1-2. جنوب سيناء تعادل مع العبور 1-1. الشمس فاز على المستقبل سبورت 2-0. المريخ فاز على نجم سيرة 4-2. العبور 7 المريخ والنصر 5 منتخب سويس 4 والشمس 4 وجنوب سيناء 4 ونجم سيناء 1. صعبة جدا لنجمة سينا لازم يستفرقوا من الفرق الكويسة. المستقبل أيضا صعب جدا برضه المساوى. مركز شباب العريش بدون نقاط. في مجموعة الموت بايونيرز تعادل مع منصورة بدون أهداف. دي مجموعة الأندية الشعبية بقى الجماهير الكبيرة. مركز شباب تلا فاز على بني عبيد 2-1. نبروه على مركز شباب الأزازين 2-1. كفر الشيخ 1-1 مع عملية كفر الزيات. بالقاس 1-0 على صيد المحلة. كفر الشيخ والمنصورة بايونيرز 5 نقاط. الأزازين وصيد المحلة وبني عبيد ونبروه 4. بالقاس ومركز شباب 3-3 والمالية 2. مجموعة موت. بايونيرز اللي كان بيهبط السنة اللي فاتت أول. المنصورة لسه مش المنصورة وكفر الشيخ اللي هم يعني لازم يفرقوا عن الفرق. بايونيرز مين اللي ماسكها دلوقتي؟ بايونيرز مين اللي معاه؟ خالد متولي امبي. بيلعب بفرقة امبي 2001. لا لا هو عامل مجموعه مطعم من بعض اللعيبه امبي لان انا حضرت فتره الاعداد بتاعتهم. وخالد متولي امبي بتساعد طبعا وعمل فرقه جديده وبحيي الازازين سنه اولى وبصراحه على الازاز عامل شغل يعني شغل جامد جدا فرقه محترمه. مدير النادي رئيس مجلس اداره كفر الشيخ طبعا مع الماليه. المجموعتين بتوع بحر صعبين صعبين جدا. المجموعه بقى الاخيره برضو يصعد لنا واحد يصعد من واحده يهبط واحد. فاز على الاصول 3-1. هلال الضبعه خسر من مركز شباب كوم حماره 0-1. اسكندريه البترول من الاولمبي 0-1. سبورتنج فاز على المجد 2-1. الحمام خسر من دمنهور 1-3. الاولمبي ودلفي 7 نقاط. مركز شباب كوم حماره وسبورتنج 6 نقاط. دمنهور 4. الحمام 4. المجد 4. طلع الاصول 3. هلال الضبعه 1. واسكندريه البترول بدون نقاط. مجموعه فيها الاولمبي اللي فاز بالدوري العام. فيها دمنهور اللي لعب في الدوري الممتاز كثيرا. حمام المتمرس في القسم الثاني. فيها ايضا المجد اللي له باع طويل وسبورت اتظلم في ماتش النهارده المجد كتير جدا. شايفين الدوري ده اللي فيه الترسانه اللي فازت بالدوري وبالكاس وفي الاولمبي اللومبي وكفر الشيخ ودمنهور والمنصوره وبني عبيد ونبروك.
ده الدوري اللي هو بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، ده دوري ثلاث مجموعات اللي هو نزلنا منهم 28 فريق، هم الفرق اللي كانت بتنافس على الصعود الدوري الممتاز في الصعيد، وبحري المنصوره وكفر الشيخ والمنيا والاسمنت والالمونيا، كل ده نزل بالدوري المحترفين. ايوه بس الاداء مش يعني هيصعد واحد ويهبط واحد، يعني في فرق كتيره مظلومه في المجموعات، يعني النهارده أيوه عشان يطلع مفاجأة اول بس شديد هنا مفاجاه، يعني مثلا لما اقول الترسانه متصدره ماشي، انما مفاجاه ليا ان المنيا كل المركز السابع. لا المنيا برضه من الفرق اللي صعب جدا من السنه اللي فاتت، يعني انما برضه حاجه تحزن على الواحد. المنيا كانت بتلعب ملحق صعود صعب لما الاقي المنيا ملحق صعود والمنيا تبقى لا وملحق كانت بتلعب ملحق صعود يعني كان زمانها في دوري المحترفين رغم يعني وفرنا امكانيات كتيره جدا. انا برضه يعني اللي جاي لسه بدري نفس الحكايه بالنسبه للالومنيوم في المجموعه الثانيه، والالومنيوم برضه ثلاث مرات مع كابتن هشام كان بينافس يعني كيما اسوان ماشي، انما الالومنيوم بينافس البترول لحد الاسبوع ما ينتهي، وهو اللي لا هو قاعد البترول في الدوري المحترفين. ففي ماتشات جامده جدا يا دكتور ايهاب، يعني كيما اسوان هابط من الدرجه الاولى المجموعه دي. يعني المجموعه دي متوازنه، هي متوازنه جدا يعني، وديروت لان ديروت طبعا هم المجموعه اللي باقيه دي يعني ضفنا عليهم قوس وضفنا عليهم الاقصر. النظام يا دكتور هنا ان المجموعتين دول الاربعه الاول هيلعب الاول هنا مش كده؟ عشان يطلع منهم فرقه ويبقى دي فرقه، المجموعتين التانيين برضو يلعبوا بعض، التالتين وثلاث فرق يلعبوا مع التالت مع التالت اللي هو الدوري المحترفين يصعد واحد بس الاول والتاني يصعد دوري محترفين، يصعد دوري محترفين الاول بس بقى الست مجموعات الاول السته دول صعدوا دوري محترفين خلاص، وناخد بقى الاول وناخد ثلاثه من السته، ثلاثه اللي هيخشوا مع التالت من دوري المحترفين ينزل منهم اثنين وينزل منهم اثنين، يعني الاستفاده ان من السته انه يطلع دوري محترفين والثلاثه تاني يلعبوا بس هيكملوا مجموعه الاولمبي. منطقيه ان الاولمبي الاول سبع نقاط طبعا، لكن انا بقول يعني ده منهور برضو مش مركزه، ولا الحمام المتمرس في الدرجه دي برضو ده مركزه صعب. بنعنيش حتى طبعا ترك هلال الضبع الاسبوع بس ده. لازم نحيي هنا مركز شبابكم حماده بصراحه، يعني طول عمره ولاد الفرقه دي بتطلع لعيبه للدوري الممتاز كل سنه بتلاقي فرقه. هم كانوا بيكلموني اول السنه بس انا ما كانش ظروفي تسمع، لا ده الحاج علي هناك بس فرقه بس امكان يعني الامكانيات خد بالك كمان يعني هم اللعيب بتاع المحله العش ساعد شويه في الميزانيه، انما محمد جابر في المحله محمد جابر ده من قوم حماده لطنطا للمصري للمحل. بحييهم على المركز اللي هم فيه بصراحه. سبورتنج عادي، ديلفي خد بالك انا كنت متابعهم من السنه اللي فاتت، فرقه تقيله وبيصرفوا كويس وعاملين فرقه كويسه حلوه. الاولمبي طبيعي، اللي مش طبيعي طبعا تواجد المجد في المكان ده هو والحمام والهلال كل دول نازلين الدوري الممتاز بيه. انا معاك طبعا. هنسيب طبعا تقرير للقصة. لا عايزين نتكلم على دي بس دقيقه واحده. اتفضل. يعني فين الانتاج الحربي هنا في ما دي برضو صعبه جدا. ايه دي؟ يعني الانتاج كان دوري ممتاز، يعني انتاج ازاي السابع عنده 3 بونت من 3 ماتشات؟ صعب قوي، يعني خسران ماتشين مع مدير فني على اعلى مستوى كابتن مصطفى عبد واحد من الاساتذه في الحته دي، يعني لما يبقى الانتاج ثلاث نقاط زيه زي المركز الاخير كسبان ماتش وخسران ماتشين السادس والسابع والثامن والتاسع ثلاث نقاط، يعني لا كتير كتير بصراحه. طيب عندي تقرير عن القسم الثاني بقى، بشكر طبعا كابتن شديد قناوي حبيبي يا دكتور، طبعا فتره التحكيم مع كابتن ايمن دريش احنا سايبينه سهرنا معانا بره يعني ما تخافش بس انا محافظ عليه، بس هو الحكم بيجري محافظ عليه انا تحت لقيته قاعد مين هو كابتن ياسر عبد الرؤوف ياسر عبد الرؤوف قبله بعد بره طلعت لهم في الفاصل لقيتهم الاثنين والنهارده برضه يعني النهارده واحد من رموز التحكيم كابتن حسين علي موسى ميلاده النهارده طبعا واحد من الناس والله محترمه جميله كابتن موسى الاسماعيليه مش كده؟ طبعا من الناس الجميله جدا جدا كابتن احمد بلال برضو حكمنا الدولي بنقول له الحمد لله على السلامه، كان اجراء عمليه جراحيه، واحد من الناس الجميله جدا كابتن احمد بلال مع الكابتن سامي الطحان والمجموعه المحترمه. اطلع بشكرك كابتن شريف. كابتن شريف نورتوني، انا اللي بشكرك النهارده وجبه دسمه وانتوا يعني ما شاء الله كان انا اللي بشكرك وسعيد ان كنت معاك، بس برضه الصوره بتاع شديد وهو بيظبط الساعه تطلع على ده لازم، وانا بشكرك بس احنا على الهوا دي لو كابتن مجدي عبد الغني انا بشكرك جدا، بس انا كنت افكركم ان الساعه اتاخرت ماشي عشان شريف مشواره طويل. بعد التقرير كابتن ايمن دجيش وقراءه في الحالات التحكيميه، انت طول We
المباراة طبعا صعبة، لأن بنو من فرق كبيرة في الصعيد طبعا، والفرق المنافسة واللي هي بتلعب على الأول، نحن نعمل الحمد لله نتيجة بالشكل ده، لكن يعني الحمد لله طبعا. الشوط الأول احنا يعني متفوقين جدا، بس الشوط الثاني احنا مش عارف خفنا على الأداء. فرقة محترمة طبعا، مدير فني محترم، لعيبة محترمة، ونرجع تاني لنغمة الانتصارات بعد تعادل ملوي. يعني كان أول مباراة دوري تعادلنا، الحمد لله ربنا يعني من علينا برضو المباراة النهاردة، ما 3 بنت مهمين، وإن شاء الله نرجع تاني للجدول وأول الجدول بإذن الله. مباراة قوية ومباراة عصيبة، لأنها بتعتبر ديربي الصعيد بعد مباراتنا مع المنيا، والحمد لله الفريق تفوق النهاردة ولعب بروح عالية جدا، وده اللي كنا احنا بنتمناه، وكنا دايما بندعمهم معنويا على اساس ان احنا نركب الجدول الدوري. الحمد لله ان ربنا كل مجهودنا، مركزين من بعد ماتش من بعد مباراه المنيا، درست مغاها كويس جدا، ذكرتها كويس جدا، فرقه كويسه وفرقه زي ما قلت بتحضرها كويس، وانا الكلام ده انا قلته للعيبه في المحاضره، يمكن انا قلت لهم الاكثر هدوءا هو اللي هياخدوا المباراه. مهند ترجع الكره للخلف، عمرو حلوه كوره يا ولد، حلوه كوره يا ولد. طبعا بقول الحمد لله، طبعا قدر الله ما شاء فعل، كنا افضل، كنا احسن، كنا اكثر احسن كل حاجه. يعني احنا برضه لعيبه محترمه وجهاز محترم، كابتن خالد متولي مدرب قدير طبعا، ولكن الحمد لله شفت المباراه استحواذ وسيطره وضغط من اول دقيقه لاخر دقيقه، ويعني في بعض الكرات كان الى حد ما كان لازم في شراسه هجوميه اكثر من كده، وبعض الكرات كان في عدم توفيق. محاولة المران إلى سمير، هي العرضية، هي القصيرة، الرأسية، هوبا 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 هوبا، العرضية هي والكرة العرضية لمسطحة تحت طريق الأدادين، هي الكرة العرضية القصيرة، هوبا جول. رجعنا حضراتكم مرة تانية فقرتنا الأخيرة مع حكمنا الدولي السابق الكابتن أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام الرئاسية السابق أيضا، واحد من الناس اللي لها مكانه كبيره جدا عندنا. كابتن ايمن منورني، ومعلش سهرناك النهارده شويه. تحياتي ليك يا دكتور، بتشرف ان انا مع حضرتك ومع الاخوه الاعزاء بسيوني واسامه وهيثم واسلام، كل المجموعه اللي انت موجوده. انت ابن المكان وانت عارف واحد مننا. انا سعيد لما بكون موجود معاكم، يعني ربنا دايما بتشرف بيكم. طيب بيكو وطيب، يعني بقول لك المخرج بيقول لك انت نسيت. وطيب لا ما اقدرش انساه. وطيب على طول معانا على طول. طيب نبدا، عشان معانا حالات تحكيميه كتير النهارده. الاول احنا بنساند طبعا منظومه التحكيم، واللي جاي يكون افضل ان شاء الله باذن الله. اكيد يا دكتور، بص يعني لما بنيجي بنعرض حالات بنعرض عايزين التحكيم يطلع لقدام، ما بنهاجمش حد، بنتكلم لمصلحه التحكيم ومسانده التحكيم، وكلنا عايزين التحكيم يسير في الصوره طيبه، ولما بنعرض حالات تحكيميه عشان نستفاد فيها في المستقبل للتعلم. انا للتعلم بالظبط كده. يعني عندنا المباراه الاولى مباراه بروكسي وراي، حكم ساحه كابتن احمد جمال طبعا، واحد من حكام مميزين اسكندريه، محمد عبد العظيم مساعد اول، اسامه هشام مساعد ثاني، عمرو عايد حكم رابع. نشوف الحاله شباب. نبدا اتفضل يا كابتن. معانا الحاله اهي. هنرجع بالحاله ثاني ونوقف عند الخطا طبعا. هنا نمشي 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 نمشي، اوقف بس اوقف. طبعا هنا واضحه جدا ان في عرقله من الحارس، اعاقه من الحارس، الحارس رجله لفوق، وطبعا لا ما راحش الكره عدت خلاص، المهاجم عدى بالكوره والحارس رجله لفوق وفي اعاقه للمهاجم، وركله جزاء صحيحه يعني. تمام، تحيه احمد جمال على القرار. هي اتحسبت يعني اتحسبت، يبقى قرار مش اتحسبت يا شباب. اتحسبت ولا لا؟ اتحسبتش. لا ما اتحسبتش. فقرار اكيد هنا تمركز برضو، لو رجعنا شويه كده، لو رجعوا لي سنه بس نشوف هو احمد فين. ده مهم جدا، مهم جدا. موقع الحكم فين يا جماعه؟ هاتوا لي كده كابتن. لو نرجع بس واحنا ماشيين كده في الاول مع بعض كده، ارجع من الاول شوف لي الحكم تمركزه فين يا طيب. هات لي صوره. مش هنا، مش هنا، ارجع اللعبه من اولها
شوف الكابتن احمد بس كان تمركزه فين. تمام يمشي. لا طبعا هنا هو هنا زاوية الرؤية اولا هو هنا طبعا هو بيجري هنا ضامن جدا. المفروض في اللعبه ديت يفتح. هو كان المفروض يفتح لجوه خالص. هو طبعا بيجري بطريقه خطا جدا يعني بيجري في اتجاه مش هو الاتجاه المفروض يبقى فيه. هو ضامن مع اللعيبه جامد. لا انت المفروض تفرد لان اللعبه اتعملت طويله ما بقاش هو موجود وما شافش الخطا يعني. طيب اكيد هنا التمركز بتاع الحكم هو السبب ان هو ما شافش الخطا. تمام ده. اللي بعدها يا جماعه دي في حاجه ثانيه في المباراه دي؟ مفيش. مباراه كيرنس وبترول اسيوط كابتن محمد علاء هاشم حكم مساحه، مينا بخط مساعد اول، احمد كمال مساعد ثاني، شريف حسن حكم رابع. كابتن سيد ابو خاطر معانا فين؟ اتفضل يا كابتن. ماشي هنعيد اللعبه بس ثاني. عيد اللعبه ثاني يا مسعود. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مفيش اي خطا حصل من المدافع. لو ايوه امشي بالراحه امشي امشي امشي. مفيش هنا اي خطا. المهاجم بيوقع اهو لوحده، مفيش اي تلامس، مفيش اي حاجه. لعبه استمرار اللعب قرار سليم من الحكم محمد علاء هاشم. طيب انا بحيي بس كابتن سعيد حمزه طبعا بعت لي على طول وانا اسف، قال الحكم كان كابتن احمد، مش كابتن احمد جمال الكبير، احمد جمال شاهين. افتكرته احمد جمال شاهين وده حكم لسه اول مره بيلعب. احمد جمال شاهين من الحكام الصعبه. اشكرك يا كابتن سعيد اللي انت على طول يعني ايه معايا في دي، وانا بشكرك كابتن سعيد. احمد جمال شاهين من الحكام اللي صعبه ومن الحكام الكويسه على فكره. تمام. بس احنا انا بنصحه ان هو حكم فنياته كويسه جدا، ان هو تجري فين، تمركزك يكون فين. تمام. موضوع التدريب على الجري ده اللي محتاجه. انا فكرته كابتن احمد جمال كبير. لا لا احمد جمال كابتن سعيد. احمد جمال شاهين. انا بتاسف كابتن احمد جمال كبير طبعا. أحمد يلا جمال اللعبه اللي بعدها. ناخد اللعبه اللي بعدها. ناخد مباراه مين يا جماعه بعد كده؟ هي برضه نفس دي كيرنس برضه. نمشي مع بعض. نمشي. وقف وقف هنا. وقف لي هنا. وقف هنا. لا امشي. الحكم هنا طبعا عايزين نقول هنا ان الحكم زاويه الرؤيه واضحه. زاويه الرؤيه واضحه جدا. واضحه جدا. وهل حتى لو في احتكاك ممكن يكون من المهاجم مش من المدافع. انا شايف امشي بصراحه محمد تمركزه يديني ان انا امشي معاه في اللعبه دي. اداله القرار على طول عينه وهو بالظبط وشايف اقرب مننا. امشي معاه ان هو سمح باستمرار اللعب يا دكتور. ان ما فيهاش حاجه وانا امشي مع محمد علاء. تمركزه بيديني كده ما اقدرش اختلف معاه في القرار. تمام. ده تمام. في حالات في المباراه دي ثانيه. طيب المباراه الثالثه مباراه غزل المحله ومكادي، كابتن محمد عبد الحافظ حكم ساحه وكابتن علاء عبد الباسط كان مساعد اول. نشوف اللعبه يا جماعه اتفضلوا. طبعا حالة طبعا محمد زي ما احنا شايفين كده واضحة جدا لمحمد. محمد من الحكام القدام والخبرة وحالة تعتبر حالة يعني سهلة. حالة سهلة. المهاجم الايد بتترفع للكورة وواضحة جدا يعني، ومن حالة من الحالات السهلة. ومحمد كان تمركز سليم وخد قراره على طول بثقة يعني. تمركز بيدي حقيقة وركلة جزاء صحيحة. مظبوط. تمام. المباراة اللي بعد كده مباراة السكة الحديد وادي دجلة، كابتن محمود منصور حكم ساحة، كريم يونس مساعد أول، محمد القاضي مساعد تاني، وجمال الجندي حكم رابع. هي دي بص يا كابتن. هنرجع تاني يا جماعة؟ ارجع بقى تاني. هو لغى الهدف إن المساعد اداله تسلل. ما أنا هقول يا دكتور بس. هنشرحها بس. هنا في خطأ. اللعبة مشيت. امشي. تمام. امشي امشي بقى خلاص. تمام. هنجيبها بقى من الزاوية التانية عشان تبان لنا. عشان نشرح اللعبه دي برضه. الزاويه الثانيه مش عندنا للاسف يا كابتن. مش عندنا الزاويه الثانيه للاسف. بص يا دكتور، هي اللعبه ديت انا شفتها طبعا الزاويه يعني. انا رجعت اللعبه دي مش عارف هي مش ظاهره هنا. لكن طبعا اللي حصل في اللعبه دي ان محمود منصور على فكره عمل مباراه طيبه جدا. كان مدي تحت فرصه. وكانت لعبه المساعد رفع فيها، وكانت اللعبه الحقيقه لعبه صعبه من الالعاب الصعبه اللي هي لعبه فار يا دكتور. يعني لعبه فار. ما نلومش المساعد على جامد. مش هنلوم عليها لان لو في مثلا فار في الدوري الممتاز كان هيسمح، هيعمل ديلي وبعد كده هيرفع والقرار مش هيبقى. هو الاول محمود ادى تحت فرصه، الكره جت جون. لا هو لما المساعد رفع تسلل ابتدى محمود منصور يرجع للعبه الاولانيه، للخطا الاولاني. لان تمام. لان الخطا قبل التسلل. تمام. فرجع. فبصراحه محمود قدم مباراه طيبه جدا يعني، حكام كويسه جدا، ومش هنقدر نلوم المساعد لان اللعبه انا شفتها الحقيقه لعبه دقيقه جدا يعني، صعبه. طيب المباراه اللي بعد كده بتروجيتو المقصة، كابتن احمد ناجي، كابتن وليد عبد اللطيف، وايمن دعبس. يلا يا شباب. هيا كابتن معانا؟ معاك. نرجع تاني يا جماعه؟ ارجع تاني.
بس هنقف. طبعا عندنا اللاعب هنا، اللاعب هنا في موقف تسلل، اللاعب اللي واضحه جدا، واضحه جدا بالنسبه لنا. طبعا هنا بقول لايمن يعني، هو كانت بدايه الشوط الثاني لازم التركيز اكيد. ايمن من مساعدين ايمن دعبس، يمكن انا حتى في نفس القناه هنا قبل كده شكرت فيه كتير، لكن لابد التركيز. وانت فاهم يا دكتور دوري المحترفين ما فيهوش فور، كان انا قلت لك قبل كده، فلازم المساعد يبقى مركز جدا، والحكم مركز جدا. واتمنى الفتره الجايه ان احنا نعمل دمج بين الاثنين يا دكتور، ان انا نجيب مساعدين من اللي هم في الدوري الممتاز المساعدين الكبار، لان انا شايف ان 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 الحكام المساعدين في الدوري المحترفين اصعب، لان ما عندوش فور. يعني دول كلهم كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز. ممكن نجيب ناس من هنا، لان المحترفين اصعب، لان القرار بتاخده زي ما احنا شايفين الحالات ما بيبقاش فيه رجعه، انما في الفار اذا بيبقى في فار بترجع. فاللعبه دي عايز اقول لك يا دكتور برضو ان اللعبه ديت كانت مؤثره جدا، قلبت الترتيب، قلبت الترتيب، وكانت يعني بعيد عن المقصه كمان ان هو كان ممكن يتعادل، غيرت الترتيب بتاع الجدول بقى الاول. اعتقد ان المحله لو اللعبه ديت كان المحله بقى الاول، كان المحله بقى الاول. طيب. بايونيرز والمنصوره في القسم الثاني بقى كمان هناخد بعض الحالات. ماشي يا دكتور. معانا محمد، معانا مين كمان يا جماعه؟ ديروت ومين يا جماعه؟ قول لي. ده انتوا ثلاث ورقات ما شاء الله. انت خدت الورقه. طيب. ديروت والالومنيوم، محمد علي المنياوي حكم ساحه، محمد سامي وسام رمضان ورؤوف ورزق يوسف حكم رابع. يلا يا شباب. صورة بعيدة شوية معلش. هي الحالة دي أنا شفتها يا دكتور، عدت الخط. هي طبعا عدت الخط، بس هو اللي حصل إن المساعد رفع الراية، بيحسب على المهاجم، بيدي قرار على المهاجم إن هي جت في إيده أو حاجة خطأ، والحكم حسب خطأ هنا على المهاجم. لكن هي الكرة عدت، يعني طبعا هي مش جاية من زاوية الكرة عدت، لكن هو ما سمحش باستمرار اللعب، الحكم المساعد ادى قرار. تمام. القرار ممكن يعني مش يعني لو انا مش شفتش فيها اي لمسه يد. يعني لما شفتها عن قرب ما فيهاش لمسه يد، ولكن هو ادى قرار على خطا على المهاجم. تمام. والحكم مشي معاه وادى الخطا. شربين والسنبلاوين، محمد عبد الظاهر حكم ساحه، محمد جمال مساعد اول، مصطفى عنتر مساعد ثاني. تمام؟ تمام. ملعب شربين بحي ملعب جميل، مهندس الضرب الكام بصراحه. ماشي نرجع كده يا جماعه، نرجع عشان ما ناخدش لحظه لعب الكوره كده، عايزين نشوف نرجع لحظه خروج الكوره من رجله. لحظه خروج الكوره من زميله. ونقف. ايوه امشي بس، ارجع ارجع ارجع. ايوه هي دي اللحظه. طبعا لو بصينا ايه لا مفيش تسلل خالص، خطوه من سبب خطوه يا كابتن. لا عندي، بص حضرتك اللاعب الاولاني اللي من ناحيتي من هنا، اللي من هنا تسلل واضحه جدا، مفيش مفيش تسلل بعيد. اللاعب اللي عندي الازرق الاولاني دون مغطي، واضحه جدا ان هو مغطي، يمكن حتى اللعيبه حضرتك المدافع الاولاني يمكن هم على خط واحد. المدافع اللي بعديه هنا مغطي في اثنين مدافعين مغطيين في اللعبه. نمشي. بص يا دكتور، اللاعب اللي في اليمين خالص ده فلعبه يعني طبعا هدف سليم يعني. تمام. بعد كده مباراه بالبيس والشنواني في القسم الثالث. بالبيس والشنواني في القسم الثالث. تمام. هتبقى صعبه انا عارف. على اساس ايده يعني؟ بس الصورة معلش بقى يعني بنعتذر طبعا في بعض الصور، ده القسم الثالث كمان يعني احنا معاكم في اي مكان بنحاول. بص يا دكتور انا يعني شايف يعني الايد طالعه شويه بس، لكن الصورة برضو مش عايزين نظلم، مش عايزين نظلم الحكم. وضع الايد مش باين لي مظبوط بالظبط. طيب عشان وقتنا، نابارو وشباب الازازين في القسم الثاني. نابارو وشباب الازازين، كابتن عبد الله محمد حكم ساحه، احمد مصطفى وخير الله سليمان. نابارو مش موجودة. طب معانا بايونيرز والمنصورة. طيب بايونيرز والمنصورة، محمد طعيمة، محمد مجاهد، أحمد دزوي ومحمد جمال حكم رابع. نمشي 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 ونقف بس نقف. نمشي. لا ارجع تاني، ارجع ارجع لحظة خروج كورة بس، ارجع لحظة خروج كورة بس، ادي لحظة. يعني احنا هنا برضو يا دكتور ما عندناش الزاويه، بالظبط. دي مباراه مين يا شباب الاول؟ بايونيرز والمنصوره وبالاس. لو يعني ما عندناش زاويه التسلل،
هنا هنحسب التسلل منين مع الكوره. المهاجم ده هل هو المهاجم ده مع خط واحد مع الكوره؟ انا من وجهه نظري طبعا ما عنديش اللقطه بتاعه التسلل، لكن من وجهه نظري ان اللاعب ده في موقف تسلل. تمام. ان هو سبق الكوره يعني. طيب فطبعا تلا وبني عبيد جاهزه يا شباب؟ تلا وبني عبيد، محمد عبد الوهاب حكم ساحه، شريف حسن، حسام عشري، رزق بهنسي حكم رابع. معلش انا عارف ان انتوا تعبانين النهارده شويه. يلا يا شباب. طبعا هنا 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 في خطا وفي ركله جزاء، بس عايزين نرجع للاول اللعبه من الاول يا دكتور. ارجع اللعبه من الاول. هنرجع بقى من اللعبه من الاول. نرجع نرجع بس هنا هنا في خطا. هل في خطا على المهاجم؟ هنا في خطا على المهاجم في الاول. احنا بنقول خطا على المهاجم في الاول، هو افقده. بص التركيز، نمشي بقى بعد الخطا ده. نمشي بعد الدفعه ديت، هنلاقي المهاجم المهاجم سبق وخد الكره وبعد كده اتعامل معاه. هو خطا عليه من الاول. انا امشي طبعا مع خطا دي، خطا على المهاجم من الاول. تمام يعني. خطا على المهاجم. تمام. من الاول. ارجع بشكل الجزاء يعني. بايونيرز والمنصوره هذا الاسبوع كانت محمد طعيمه ومحمد مجاهد واحمد ضز ومحمد جمال. هي كابتن قدامك، نرجع لها تاني. نرجع تاني كده. محمد طعيمه من الحكام الكويسين الممتازين في القاهره. بص يا دكتور، هنا هنا المهاجم استغل التلامس. إيه انا حاطط ايدي بس مفيش خطا. مفيش. مش كل حاطط ايدي يا دكتور. انا مش شايف ده، ما لمسوش. لا هو بص حط، انا مش كل انا النهارده لما احط ايدي على على المهاجم ما يبقاش خطا. ايوه هنا هل في خطا ولا وزنك؟ هو هو لما لقى المدافع المهاجم لما لقى المدافع حط ايده فاستغل دون واسقط نفسه على اساس ان هو يحصل على ركله جزاء. انا بحيي طعيمه في اللعبه ديت وتمركزه كان صحيح يعني. طيب سبورتنج والمجد كابتن محمد طارق طبعا واحد من الحكام المميزين. شوف الحالات. نمشي نقرب شويه. هو من الحكام الممتازين بس طارق معروف يعني. بس في اللعبه دي بقى، اللعبه دي يا دكتور لو 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 بص يا دكتور، في اتنين في اتنين هنا. لو قربنا الصوره شويه يا جماعه، قرب شويه حاول كده. في اتنين بيتنافسوا يا دكتور على الكوره، وفي لعيب جاي اندفع خد اللعيب في جسمه، جاي ضارب داخل في اللعيب، فرجل الجزاء لم تحتسب يعني الحقيقه يعني. طيب يبقى برضو المباريات كلها صعبه، كنا ضغط الحكام وكلها مباريات جماهيريه وضغط. ويعني انا عندي المباراه اللي جايه كفر الشيخ والماليه. تمام. بحكي بقى كابتن خالد منسي، كابتن كريم العطفي، وسعد محمد مساعد تاني، ومحمد عادل حكم رابع. وطبعا مباراه جماهيريه لان كفر الشيخ ما ادراك ما جميل كفر الشيخ، ومليل كفر زيات برضو من الانديه الجماهيريه اللي بتمثل مدينه كفر زيات. فانا يعني كان الله في عون الحكام في كافه المباريات، واحنا معاهم ان شاء الله تعدلك. يلا هي دي. طبعا طبعا دكتور ده يعني يعني لو رجعنا ارجع تاني كده وانا اقرب. طبعا هنا اللعيب المهاجم خد الكره براسه هنا، واخد بالك، واللعيب داخل هنا مش داخل يلعب على الكره خالص، داخل برافع رجله. طبعا الحكم يعني انا مش فاهم يعني ازاي اللعبه دي ما لازم تفتح، اكيد ما كان مقفوله قدامه، لازم تفتح نفسك زاويه رؤيه. فكانت رجل الجزاء رجل الجزاء صحيحه وواضحه جدا، وكان فيها قرار طرد كمان يا دكتور. طرد لان فيها يعني عنف، فيها عنف كبير جدا. لعبه ثانيه. هنعيد. كان فيها عنف. بص انا واقف عند الرجل بس. لا هترجع لك اللعبه من الاول. ترجع بقى من الاول اهي. بص يا كابتن بقى اهي. نمشي واحده اهي. عايز اوقف عند بص دخل هنا بقى برجل. بص الرجل عملت ازاي يا دكتور. كابتن اكرم عم يجيب بيقول لك فاول على مين على مين يا دكتور؟ قول لكابتن ايمن يا كابتن اكرم. هو اللي بيقول. الرجل دخلت في المهاجم يا دكتور. شوف بقى يا كابتن الرجل. اكرم برضو معانا، خليك معانا. الرجل هنا، الرجل دخلت هنا في كتف المهاجم. كمل كده كمل. دخلت كمل يا طيب. دخلت في كتف المهاجم رجل. ده طرد وركله جزاء ما فيهاش كلام يعني الحقيقه. تمام. يعني ركله جزاء لم تحتسب. ويمكن خالد منسي من الحكام الصاعده في بورسعيد لازم اكيد اكيد ان هو الالعاب لعبه زي دي لعبه سهله يا دكتور. المفروض ان موجود كان موجود الكابتن سيد مراد 12 سنه موجود في لجنه الحكومه وخبره الناس كويسه. بص من افضل الناس اللي أكيد موجود ولكن حاضر بالظبط. فانا عايز اقول المفروض ان انتوا لو تستفادوا منه
ولو الكابتن سيد مش تعومش يبقى هو الغلطان، لو هم ما بيستفادوش منه. سيد مراد من الناس اللي بالظبط لازم يبقى ليه دور جميلة. واكيد الحكم ده مثلا اكيد موجود مع يعني الفتره اللي كان موجود فيها الكابتن سيد لازم كانوا يستفادوا منه في الحاجات دي، في التحركات، في التمركزات. سيد من الناس اللي لا غنى عنها. انا معاك والله، سواء كابتن سيد وكابتن ريشه طبعا في اكيد طبعا طبعا اعلام محدش يقدر ينكرها ابدا. طيب ده كابتن اكرم كان بيطالب باعاده بن عبيد وتلا، بس وقتنا خلص. اوعدها لك الاسبوع اللي جاي يا كابتن. حاضر يا كابتن اكرم، معلش عشان وقتك تمام. اشكرك كابتن ايمن، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني وكالعاده دايما بتشرف بيك يا دكتور. وانس مع رئيس التحكيم المميزه اللي ليك يعني بعته وبالتوفيق دايما يا دكتور ليك، دايما العميد زي ما بنقول. تحياتي ليك وتحياتي لمجلس اداره الاتحاد، هم انتوا دايما داعمين للتحكيم. الحقيقه انا شايف ان انتوا داعمين للتحكيم. يمكن الفتره اللي فاتت عرفت ان كان في قاعده مع بسبيه، لان ان انتوا يعني دايما متابعين التحكيم، ودي حاجه وانتوا مقدمين كل الدعم. دي الحقيقه يعني كابتن فاروق والمجموعه بالكامل، بالتوفيق، نتمنى التوفيق للتحكيم المصري. دي كانت حلقتنا النهاردة على مدار 3 ساعات. بشكر كل الزملاء، شفنا دوري ممتاز وشفنا دوري محترفين اللي هو القسم الثاني ألف والقسم الثاني باء وقسم ثالث حالات تحكيمية. بشكر قبل كده طبعا كابتن شديد إناو وكابتن شريف خشاب، كابتن أيمن دجيش، وسهرناكم معانا لكن استمتعنا بحلقة كانت فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. جالي تليفون من قطر، نفي التفاوض تماما، مفيش أي نوع من التفاوض مع كابتن أحمد عبد القادر. ده التليفون اللي جالي في الفاصل من قطر. بشكركم شكرا جزيلا. الأسبوع القادم حلقة جديدة من ملعب البلد. حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.